بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم. بحييكم، أنا محمد ياسر عمر، مدير أكاديمية دراسات اللاجئين. سعيد بوجودي معكم في هذا اللقاء هذه الليلة، وأتمنى أن تكونوا أنتم سعداء. اليوم رح نتكلم عن المركز القانوني للاجئ الفلسطيني. يعني بعض المختصين يطلقوا على هذه التسمية، على استخدام مصطلح المركز القانوني، وبعض الناس استخدم حقوق اللاجئ الفلسطيني. سنستعرض هذه الليلة مجموعة من المسائل. طبعا لابد أن أنوه أنه هذا البرنامج نسبة كبيرة من المسجلين هم من الممارسين للقانون أو من طلبة القانون، فيشرفني أنه نكون مع بعض وأكون معاكم كقانونيين، ونحاول نشوف وين الإشكالية الموجودة في حقوق اللاجئ الفلسطيني وكيف ممكن نستفيد منها. هذا اللقاء له مجموعة محاور رح نتحدث فيها اليوم. المحور الأول رح نتكلم فيه بعض المصطلحات الخاصة باللجوء. رح نتكلم عن اتفاقية اللاجئين 1951، وهي أول وأهم اتفاقية خاصة باللاجئين. رح نتكلم تعريف اللاجئ، مهم الموضوع بس مش هنفصل فيه كتير، بس هو مهم كتير جداً. راح نتكلم عن حقوق اللاجئ في جامعة الدول العربية وموقف جامعة الدول العربية، وتحديدا بروتوكول الدار البيضاء. راح نتكلم عن حقوق اللاجئ الفلسطيني. ولما نحكي حقوق اللاجئ الفلسطيني، يعني اللاجئ الفلسطيني غير عن اللاجئ الآخر، الحقوق نفسه ولا في اختلاف؟ راح نحكي انه طب متى بتخلص او تنتهي صفة اللجوء على الانسان، ثم ما هي جنسية الفلسطيني يعني، ثم راح نختم باستعراض سريع، مرور سريع صراحة، لأهم القرارات الدولية بخصوص اللاجئين. بداية أنا بحب إذا تكرمت لما نحكي مع بعض تقريبا يا مروة، تقريبا نحكي المركز القانوني للاجئ الفلسطيني، لما نحكي تقريبا الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني، الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني يعني حقوق اللاجئ وزيادة، التكييف القانوني للاجئ الفلسطيني. بحب أي حد عنده سؤال أو بداخل، أو حتى حاب يحكي وحاب يقطعني حتى لو بالصوت، ما عندي مشكلة، بس يشير إلى هذا حتى يعني نتفاعل مع بعض ونكون متواصلين مع بعض، فما عندك مشكلة. ما عندي أنا حكيت إنه والله ممنوع تحكي إلا آخر الحصة، لا، it's up to you، في أي وقت حابين تحكوا أي شيء أهلا وسهلا. كنت أنا بديت بهاي المقولة، ليكسن تاكبرغ هذا واحد من أهم الناس اللي درسوا اللاجئ الفلسطيني ودرسوا حقوق اللاجئ الفلسطيني، أو اللي المركز القانوني اللاجئ الفلسطيني، أو اللي سمانا إحنا مركز الوضع اللاجئ الفلسطيني في القانون الدولي. فبقول، وهذا بتكلم بعد خبرة طويلة وإله كتاب مهم جدا اسمه وضع اللاجئ الفلسطيني في القانون الدولي، بقول خلق الصراع على فلسطين واحدة من أشد أزمات اللاجئين إيلاما. إذن هي الأزمة، أزمة اللاجئ الفلسطيني هي الأشد إيلاما ثم الأشد حزنا، وهذا من بعد الحرب العالمية الثانية. بتفرق الحرب العالمية الثانية كانت كارثية، بعد الحرب العالمية الثانية هذا اللي صار. ومن ناحية الكم، يعني أعداد اللاجئين، أعداد اللاجئين في مشكلة كبيرة، فهي تبرز بشكل واضح على قائمة الأوضاع الرئيسة والكبرى اللاجئين في العالم. يعني قضية اللاجئين الفلسطينيين هي الأكبر على مستوى اللاجئين في العالم. ومن ناحية الاستمرارية والحساسية السياسية فلا يوجد لها مثال. الحقيقة قضية لاجئين مستمرة 73 سنة بهذا الحجم، بهذه الأعداد، بهذا الألم، فبقول هذا الموضوع يستدعي الوقوف لأنه ليس موضوعا عاديا. هذا كتاب ليكسنبرغ اللي بحكي فيه وضع اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي. في قاعدة أنتم المحامين بتعرفوها، قبل القاعدة هاي مهم جدا ننبه للنقطة هاي، إنه الكيان الصهيوني لما قدمت لمجلس الأمن، دولة الاحتلال لما قدمت لمجلس للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تكون عضوا دائم العضوية وكامل العضوية، لما درست الأمم المتحدة هذا الطلب وافقت بشرط. مين بيعرف شو الشرط؟ الأمم المتحدة وافقت على عضوية الكيان أو الاحتلال بشرط. مين بيعرف شو الشرط؟
أيها القانونيون، شو الشرط؟ ما شاء الله عليك يا مين، إبراهيم، أخي إبراهيم، ما شاء الله عليك. صحيح، كان شرطهم أن يرجع تطبيق القرار 194 المعني بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك تنفيذ قرار التقسيم، تقسيم فلسطين اللي هو قرار تقسيم الشهير. والكيان الصهيوني أو الاحتلال لم ينفذ الشرط رغم أنه أخذ الاعتراف. والصراحة لو في شغل قانوني كبير، ولو في عالم مش منحاز ومش ظالم وعالم مهن وموضوع، تعالوا يا عمي احنا اعترفنا فيكم بشرط ترجعوا اللاجئين. طب انتم ما رجعتوهم، عندك 7-8 مليون لاجئ فلسطيني، هذول بيرجعوا على بيوتهم، ملاحظين؟ فبالتالي استطيع ان اقول انتم قانونيين، اذا بطل الشرط بطل ما تعلق بالشرط وهو المشروط، فبطل الاعتراف بهذه الدوله وسقط الاعتراف. ما شاء الله عليك يا هاجر. ليش؟ لانه هي مش معترف، هي مشروطه الاعتراف بها. انتهاك القانون الدولي، انتم القانونيين عندكم قاعده بتقول انما وضع القانون لينتهك. طب ليش ينتهك؟ حتى يعاقب المنتهك. والا لو فيش انتهاك للقانون، لو فيش انتهاك للقانون فيش عقوبات، فيش جرائم. لاجل ذلك بيحكوها القانونيين من باب الممازحه. لكن بالنسبه للقانون الدولي، للاسف ما في قانون في الدنيا ينتهك مثل انتهاك القانون الدولي. بسبب ايش؟ مين بيعرف ليش؟ ليش القانون الدولي يا جماعه الخير بينتهك كثيرا؟ مين بيعرف ليش؟ حق الفيتو، احسنت يا شروق. شو يعني غير يعني قريب حق الفيتو؟ صحيح يا رنا. شو يعني؟ يعني ان القانون الدولي مرتهن بايش؟ بالسياسه، لان الدول القويه اللي بتلعب سياسه، فبالتالي هي بتلعب سياسه اكثر من بتلعب فيها قانون. وانا بضرب مثال بعيدا اني بايد ولا بايدش، ديروا بالكم، بعيد اني بايد ولا ما بايدش. تدخل الناتو في ليبيا وقتل معمر القذافي. ليش يا ناتو قتلت معمر القذافي؟ قال قتلت معمر القذافي لانه اوغل في قتال الشعب، في قتل الشعب، يعني قتل من شعبه كثير. حلو جدا. طيب في دوله ثانيه قريبه على فلسطين، النظام قتل من الشعب 10 أضعاف ما قتلوا عمر القذافي، شو النتيجة كانت؟ ما حكوا معه، بالعكس. إذا الموضوع في مش كلب مكيالين، كلب 14 مكيال. العراق لم يلتزم بالقانون الدولي في الانسحاب من الكويت فجاء بالقوة. طب ليش بالقوة ما تدخلتوا بفلسطين عشان المحتل؟ نعم. فبالتالي القانون الدولي منتهك لأنه لعبة سياسية بيد الدول الكبرى. لكن يا معشر القانونيين، لا يعني هذا أن نترك هذا المجال. أنا حبيت أحكيها لأنه فعلا انتهاك، لكن ما نتركه. وكان أستاذنا الكبير محمد الموسى الله يسأل عليه، أستاذ القانون الدولي، وهو من اللي شاركوا في 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 رفع قضية الجدار العازل في محكمة لاهاي، في محكمة العدل الدولية، بيحكي بقول احنا الفلسطينيين لازم عندنا كتائب قانونية تقاتل. يعني في كيف عندك كتائب إعلامية وكتائب سوشيال ميديا وكتائب تقاتل بالسلاح وكتائب تقاتل بالحجارة وكتائب تقاتل، لازم تكون كتائب قانونية تقاتل. ويا جماعة القانون ما بسقط دولة الاحتلال، لكن يحاصر، يضعف، يخليهم يعيدوا النظر كثير. وكلكم تتذكر سيف الابن لما راحت على بريطانيا، كيف بريطانيا راحت انتهكت حتى قانونها، وراحت غيرت القانون عشانها وصاروا خبوا فيها. ويمكن المعلومة هاي بتعرفوها، انه عشرات بل مئات القادة العسكريين الصهاينة مرفوع عليهم قضايا في اوروبا وفي العالم من ناشطين عرب وفلسطينيين، فبيخافوا يطلعوا، بيخافوا يتحركوا، ممنوع يطلعوا اصلا، الكيان الاسرائيلي يمنعهم من السفر. ليش؟ لانه لهم. فبالحقيقة لو نشتغل على هذا أكثر، لو المستوطنين، كل مستوطن عايش هذا الحط عليه فيتو، ممنوع يأخذ فيزا لأي دولة أوروبية، ممنوع يأخذ لأمريكا، ممنوع يعيش آمن برا، فهذا بتخليه أنت تحاصره. حتى في الضفة الغربية يا إخواننا وأهلنا، لو المستوطنين في الضفة الغربية بحسوا بالثمن وعجرفتهم وقحتهم وسلوكهم، أكيد راح
راح يسكتوا ويغيروا موقفهم او يضعفوا لغير ذلك. اذا انا بحكي انه رغم انتهاك ورغم انحياز العالم مع القانون الدولي ومع الدول الكبرى، لكن هذا لا يعني ان نترك القانون، لازم نهتم فيه. ولازم عندنا كتائب قانونيه فلسطينيه وعربيه وانسانيه ودوليه من كل العالم تقاتل على كل الاصعده. مصطلحات اللجوء عشان نفهم القانون، نحكي عن بعض المصطلحات. اللجوء لغه شو معنى لاجئ ولجأ ويلجأ؟ شو يعني لاجئ؟ ها شو يعني اللجوء لغه؟ مين بيعرف؟ هرب خوفا على دينه ودمه. ما شاء الله عليك يا رولا. احتمى يعني اللجوء هو البحث عن مكان آمن. في القرآن الكريم لو يجدون ملجأ أو مغارة أو مدخلة، ملجأ المكان الذي يلجأ به الإنسان، الملاجئ اللي بتخبوا الناس فيها بالحرب، إذا البحث عن مكان آمن. واللاجئ هو الشخص الذي يجبر على ترك بيته ويجتاز حدود وطنه. ليش؟ من الخوف، من الاضطهاد. هذا الكلام ذكره فيروز أبادي. واللاجئون هم أشخاص اجتازوا حدود دولية بسبب الاضطهاد، يعني ناس عندهم اضطهادين فتعدوا الخطوط الدولية والحدود الدولية. وعنا إحنا لفظ الألفاظ أخرى، النازح، وعنا المهاجر إلى غير ذلك. النازح شو يعني نازح؟ اللاجئ هو اللي خرج من بلده. طبعا يا هاجر مستحيل يسقط حقه في وطنه. النازح داخل بلده. أحسنتي. إذن النزوح هو ترك مكان إقامة في داخل الدولة، زي مثلا واحد في حمص تعرض إلى الاضطهاد فذهب إلى حماة، واحد عندنا بفلسطين مثلا على سبيل المثال يضطهد في نابلس بروح بيعيش في جنين. الأصل النازح السوري صحيح، لكن لأنهم نزحوا إلى لبنان فسموهم نازحين وهذا تجاوزا. الأصل أن هم اللاجئين. واللاجئ هو الذي خرج حدود الدولة. طب ما الشيء المشترك بين النازح واللاجئ؟ كلاهما يتعرض إلى اضطهاد وكلاهما محمي بالقانون، يعني كلاهما القانون الدولي بيحمي. تمام؟ طبعا في المهاجر وفي البحث عن عمل وفي شيء، لكن بيعنينا اليوم احنا الصحيح ما يتعلق، احسنتي يا رندا، ما يتعلق باللاجئ. طيب نقول فلان مضطهد، ما هي انواع الاضطهاد التي يتعرض لها الانسان؟ شو انواع الاضطهاد؟ قال الاضطهاد بسبب العرق، بسبب العرق. هذا كردي، هذا أمازيغي، هذا فلسطيني، هذا أردني، تمام، بسبب العرق. اثنين، اضطهاد بسبب اللون، أبيض أسود ملون. ثلاثة، اضطهاد بسبب الدين. إذا كنت في بلد تدين بدين ما وأنت عندك دين آخر فبيجوا بيضطهدوك لأنك أنت عندك هذا الدين. ثم الاضطهاد بسبب الرأي السياسي، إذا كنت أنت عايش في دولة والدولة هاي مش متحملة آرائك السياسية فبتروح إيش يا بيان؟ بتروح بتضطهدك. أو أنت منتمي إلى فئة أو جماعة وهذه الجماعة الدولة ما حابة إنها تنتمي أنت إليها فبتروح بتضطهدك بسبب انتمائك. طبعا مع الإشارة أيها الكرام أن الانتماء إلى أي فئة أو جماعة، وجودك أنت في أي مجتمع مصغر سواء مجتمع عائلي، مجتمع اقتصادي، مجتمع سياسي، أي تجمع أو أي فئة، هذا حق قانوني يكفله القانون، إلا في حالة واحدة فقط، إذا أنت وجدت مع جماعة هذه الجماعة خطر على أمن الدولة وتسيء في إلى الدولة وتقوم بأعمال مخلة بالنظام والقانون والأدب والأخلاق داخل هذه الدولة، فهون أنت تمنع فيها، لكن ما دون ذلك يمنع. يعني يا أستاذ أريج إذا قلت إرهابية أو انقلابية بس بشرط إن نعرف الإرهابي أو الانقلابي، مش تعريفهم الإرهابي. يعني عندنا مثلا عندنا ما يسمى داعش حركة إرهابية، مين سواها؟ سواها الأمريكان، وهذا صار معروف بدليل داعش لا تتواجد إلا في الأماكن اللي فيها مساكين وظلمة. حتى بعض الدول اللي يعني
خلي الواحد ساكت. يعني اعطيكم مثال سريع، افغانستان طول ميوبك والامريكان فيها سبحان الله ما فيها داعش ولا عمليه لداعش، لما طلعوا الامريكان صار في داعش. ملاحظين؟ اذا التعريف الامريكي والغربي للارهاب هو ليس التعريف الحقيقي. والله يا اخواننا الذي يمارس الصهاينه هو الارهاب بعينه، والله الذي مارسته امريكا في غوانتاناما على الناس المظلومه هو الارهاب في عينه، والذي تمارسه بعض. فبالتالي اقصد احسنت يا بيان، وفق المعايير اللي يجمعت خير اصحاب الاخلاق السليمه بحب بيعرفوها، اصحاب الفطر السليمه بيامنوا بهاي المعايير. ثم بسبب التعرض الى الايذاء البدني، يعني خطر على جسمك، تنضرب بوجهك، تتكسر، يصير فيك شيء. يا استاذ رائد احنا ما بنحكيش عن اضطهاد، احنا هون بنحكي عن اضطهاد، هذا الاضطهاد يؤدي الى الايذاء، يؤدي الى التعدي الجسدي، هذا الاضطهاد يمنحك الحق ان تصبح لاجئا، سواء كنت رجلا او كانت امرأة او طفلا او طفلة او صغيرا او كبيرا او كبيرا، فهذا كله اضطهاد. اذا الاضطهاد ان الانسان باختصار شديد جدا، الاضطهاد الانسان ان يضطهد على شيء لم يختاره او لم يفعله او على ذنب لم يفعله. انت لم تختار عرقك او لونك او دينك، هذول الثلاثة انت ما لك دخل فيهم، اما رأيك السياسي والانتماء الى فئة انت لك رأي فيهم، فاول ثلاثة انت ما اخترتهم، كيف انت تطيدني على شيء ما اختاره؟ اثنين، كيف تطيدني على شيء انا الى الحرية في اختاره؟ يعني ما اذنبت، انا ما اذنبت، تمام؟ اذا هذه انواع الاضطهاد. وفي مصطلح اللاجئين واللجوء بسموه الخوف المبرر، يعني متى انا بصح لي اطلب اللجوء؟ اذا عندك خوف مبرر ولا بد ان تثبتها، ان تثبت يا افياء، ان تثبت ان هذا الخوف حقيقي. عشان لما تدرسوا فيكم اللي في بدرس بعض قضايا اللجوء اللي بتصير في اوروبا وامريكا وكندا او بلجيكا، الان ما شاء الله اخواننا بغزه هجموا هجوم على بلجيكا، يمكن 12000 او 13000 لاجئ في بلجيكا بيستنوا قرار اللجوء. بقول له هات ادلتك، هل أنت حياتك معرضة للخطر؟ نعم، هات الأدلة. فإذا ما كانت عندك قصة ورواية قوية ومتماسكة أنك أنت ما عندك أذكر تتكلمون عن واحد من رام الله راح على بلجيكا وطلب لجوء، وزوجته فلسطينية سورية، زوجته أخذوها وقبلوا لجوءها وهو رفضوه. ليش؟ قال أنت رام الله ورام الله آمنة، ما عندك مشاكل، فكيف أنت يعني بتحكي؟ فبالتالي في طريقه في اثبات ان هذا الانسان مضطهد او ليس مضطهدا، مش بالدعوه يعني. طبعا هو مش بدافع عن الانظمه اللجوء في العالم، بس بحكي لكم ايش اللي عم بصير يعني. يعني بحكي على سبيل المثال يا استاذ شروق، ما هي العلاقه بين حقوق الانسان بشكل عام، بين حقوق الانسان بشكل عام وبين فكرة اللجوء، في علاقة بينهم ولا لا؟ بشكل خاص نعم. شو؟ إنه حقوق الإنسان، نظام حقوق الإنسان في العالم متماشي مع فكرة اللجوء، بأن اللجوء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. يعني أنت ليش صرت لاجئ؟ لأنك أنت حقوقك تنتهك، وهو الاضطهاد. عشان هيك في تقاطع بين نظام حقوق الإنسان. عشان هيك أكبر، يعني إذا بدكم أول أو أقوى حقوق لحقوق اللاجئ، أنا بعتبرها الإعلان العام لحقوق الإنسان، لأنه هذا حق للاجئ وغير لاجئ، لكل إنسان. فبما أن هذا الحق يا أفياء لكل إنسان، فبالتالي حق للاجئ. مثلا في الإعلان العام لحقوق الإنسان، لكل إنسان الحق في أن يترك بلده متى شاء وأن يعود له متى شاء. لاحظ؟ أن يترك بلده متى شاء وأن يعود إيش؟ متى شاء. هاي لحالها يا كرام، هاي لحالها يا كرام بتحكي عن عودة اللاجئ الفلسطيني. أنا إنسان بحقي أرجع إلى اللاجئ الفلسطيني. بالمناسبة أنتم قانوني بتفهموني، ركزوا معي، ركزوا معي في النقطة هاي. أي إنسان محمي بالقواعد العامة والأصول العامة والقواعد الآمرة أو العرف الدولي أقوى من الإنسان المحمي بقانون خاص. عرفت؟ قانون خاص إنما يؤيد، بس أنت عندك قواعد آمرة. عارف شو معنى قواعد آمرة يا جماعة؟
يعني الدولة معنية بأن تطبق هذا الحق لك، بغض النظر إنك أنت، بغض النظر إنك أنت يعني الدولة هاي موقعة ولا مش موقعة، أودعت هذه الاتفاقية ولا ما أودعتها. تمام؟ إذن اللجوء وقانون الإنسان متفقين مع بعضهم البعض. اللجوء يرتبط بالتمييز العنصري، وحقوق الإنسان تحارب التمييز العنصري، بالاضطهاد الديني والاجتماعي والسياسي ولو كله، وحقوق الإنسان واللاجئ مضطهد. حياك الله يا ماري، أنا أعرف، بس يعني أقصد قانونيين بالنفس، قانونيين بالانتماء، صرت خلاص هاي ثالث محاضرة بالقسم. الاضطهاد الديني مرتبط حقوق اللجوء مرتبط بالاضطهاد، بسحب الجنسية أو عدم الجنسية، بتعرفوا اللي هم عدم الجنسية اللي ما عندهم جنسية، اتفاقية ال 54 التي تحارب عدم، لأنه من حق الإنسان أن يكون له جنسية. الانتماء إلى أقلية أو إلى جماعة، الحق في حرية التعبير يا جماعة، حق من حقوق الإنسان. هذا اللاجئ اضطهد وسفر وصار لاجئ بسبب إيش؟ بسبب أنه حكى رأيه. الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة. إذن في علاقة وطيدة بين اللجوء، الحق في المسكن وسبل العيش. يعني ما هو هذا اللاجئ حقوق الإنسان بتقول يا أخي خليه إيش حلو، خليه إيش محترم، خليه إيش بمسكن أمين أو تمام. المحور الثاني اتفاقية اللجوء 51. لما نحكي قانون اللجوء العالمي، أو نحكي اللاجئ في القانون الدولي، أو نحكي القانون الدولي اللاجئين، أي إشي في العالم بتعلق على اللاجئين، نحكي عن أمرين اثنين، مين بيعرف شو هما؟ الأمر الأول بنحكي عن اتفاقية اللاجئين سنة 1951، والأمر الثاني شو بنحكي عن إيش؟ مين بيعرف؟ إذا لما تكلم أول ما تسمع بكلمة لاجئ من وجهة نظر قانونية دولية عالمية، أول ما يتبادر لدينك أمران أو أمرين، يتبادر لدينك أمران، إيش هما؟ الأول اتفاقية 51، الثاني المؤسسة التي أصدرت اتفاقية 51. جية لا ما دخلت في الفلسطيني يا جماعة، رنا وأريج لسه ما دخلت في الفلسطيني، أنا بحكي دوليا بالدولة. اللي بدي أحكي لكم إياه يعني اتفاقية 51 ولدت مباشرة مع إيش اسمه الـ UNHCR، اللي هي المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، المفوضية السامية لحقوق اللاجئين سنة 1951 ولدت. لا مش اليو ان، اليو ان هي الامم المتحده يا ماجد، احنا حكينا يو ان اتش سي ار، احسنت يا ريج، بالضبط. هذه المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين ولدت مع اتفاقيه ال 51، واصبحت هذه الاتفاقيه هي اول واعظم واهم اتفاقيه بتخص اللاجئين في العالم. متفقين معي؟ وهي اهم صك يتناول حقوق اللاجئين، اتفاقية ال 51، وفي بروتوكول إضافي سنة 67. تمام؟ طيب، حكينا احنا في المصادر، حكينا هيك تلميحا انه المصادر الخاصة بقانون اللاجئين الدولي، بقانون حقوق الإنسان الدولي، مرة على النقطة هاي. هذه اتفاقية ال 51 اللي وقعت عليها 139 دولة، وهي إما هذول وقعوا على 51 أو البروتوكول المكمل. لا، في بعض الدول مش موقعة زي الأردن مثلا ما وقعت. عايشة بتشمل اتفاقية، عن إيش بتحكي؟ بتحكي الاتفاقية أنه اللاجئ، عرفت من هو اللاجئ، وهي أهم نقطة فيها تقدير، المادة رقم واحد، من هو اللاجئ؟ من هو اللاجئ؟ إسرائيل موقع أظن، غالباً إسرائيل موقع، نعم. من هو اللاجئ؟ اثنين، الاتفاقية بيّنت حقوق اللاجئين. ثلاثة، تشدد على أهمية التزام اللاجئ تجاه الحكومة المضيفة، يعني أنا لاجئ في الأردن، في علي حقوق وإلى علي واجبات. بتحكي عن عدم جواز إعادة اللاجئين، وهذا مفهوم مهم جدا شرعت له الاتفاقية، بسموه مبدأ إيش اللي هو عدم الجواب، ممنوع ترجع اللاجئ، مبدأ إيش بسموه؟ يلا يا شاطرين،
مبدأ اها الطرد، لا عدم جواز إعادة اللاجئين، ممنوع تعيده، ممنوع ترجع اللاجئ لبلده اللي هرب منها، لا بسموه مبدأ عدم الرد، مبدأ عدم الرد غير عن الحماية. ثم حتى حكت هذا التقرير 51 عن الأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين لا تشملهم اتفاقية، وأنا هون بعنيني كفلسطيني، ركزوا معي، إلي ساعة بمدح في اتفاقية 51 وإنها أعظم اتفاقية وإنها أحلى اتفاقية وإنها وإنها وإنها، لكن من سوء هذه الاتفاقية سواء بقصد أو بغير قصد فإنها اشترطت في المادة 11 فقرة دال ما يلي، قالوا لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي مجموعة من اللاجئين، أي مجموعة من اللاجئين لهم مؤسسة تتبع إلى الأمم المتحدة ترعاهم. شوف شو قال، إنه الاتفاقية 51 تنطبق على كل اللاجئين في العالم إلا إذا وجد أناس لهم مؤسسة تابعة للأمم المتحدة ترعاهم. طب مين عندنا يا رندا وإبراهيم؟ شاطرين الأنوروا. إذن اللاجئ الفلسطيني غير مشمول بهذه الاتفاقية، بس ما حكى، ما حكى. نزار هاي له تكييف بالقانون، إذا أمنه ممكن يعيده وممكن يعيد تسفيره، يعيد توطينه، إخراجه من البلد. طيب شو أهم فرق بين الأونروا واليو إن إتش سي آر؟ في فروق كبيرة، شو أهم فرق بينهم؟ أهم فرق بين الأونروا وبين اليو إن إتش سي آر المفوضة السامية الحماية. المفوضة السامية لشؤون اللاجئين هي معنية بحماية اللاجئ بدنيا، معنية بحمايتك، بدها تحميك. اثنين، معنية تحل مشكلتك، إذا بدها تحميك وتحل مشكلتك. الأونروا عرفت الحماية بالإعاشة، ما هي الحماية؟ الإعاشة، فيدينج، أعطيهم أكل وخبز وعلمهم وصحة، هذه الإيش؟ الحماية، ملاحظين؟ عشان إذا بتتذكروا مثلا في حروب غزة يا أستاذ شروق، في حرب 2008 لما مدرسة الفخورة تم ضربها، احتجت الأونروا لدى أمريكا ولدى الأمم المتحدة ولدى إسرائيل، أو ما يسمى إسرائيل كان صهيوني، بسبب إيش؟ بسبب قصف مبنى للأمم المتحدة، ولم تحتج الأونروا بسبب بغتة الفلسطينيين أو اعتقالهم أو تعذيبهم أو اغتيالهم، لأن الأونروا غير معنية بالحماية، الحماية عند الأونروا هي الإعاشة، لكن المفوضية السامية لا، معنية بالحماية. فهمت الفكرة الأولى؟ الفكرة الأولى إن المفوضية لازم تحمي اللاجئ وتعمل إعادته. عشان هيك في بعض الفلسطينيين وبعض الناس اللي هم المهتمين بقول لك يا عم إحنا ما بدنا الأونروا ودونا على إيش؟ على اليو إن، على اليو إن إتش سي آر. لا انتبه، إحنا بدنا الأونروا بس بدنا نرفع من مهام الأونروا إلى مهمتين، مهمة العودة ومهمة إيش؟ الحماية. وبالمناسبة العودة ترى في 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 تأسيس الأونروا، قرار 302 في تأسيس الأونروا، جزء من تأسيسها اللي هي لجنة الوفاق الدولية اللي بتعمل على إيش؟ على عودة اللاجئين وعلى حل مشكلة اللاجئين. يا جماعة قبل شوي زميلتكم قالت إنه الأونروا بتعمل بخمس أماكن: ضفة، غزة، سوريا، لبنان، الأردن. طب واللاجئين وين؟ الأصل اللاجئين في غير هذه المناطق، تحميهم مين؟ اليو ان اتش سي ار. تمام؟ طيب ما هو الفرق الجوهري بالعوده؟ اليو ان، نعم يا احمد ذكرني بعد شوي، لان حنحكي عن بعد الرد، بعد شوي بنحكي عنه. تمام؟ بعد شوي بنحكي عنه. في الـ في الـ في الـ في الـ لا لا ابراهيم برضو خلينا نحكي فيها، بس خلينا نحكي النقطه الثانيه عشان ما انساهاش، انه عندي انا المبدا الاول الحمايه، المبدا الثاني حل مشكله اللاجئين. اليو ان اتش سي ار بتحل مشكله اللاجئين بحد بثلاث طرق ثلاثه: اما عودتهم، واما توطينهم، واما اعاده توطينهم. اعطيك مثال: واحد سوري لجأ من سوريا الى الاردن، اما الامم المتحده بتقول للاردن تفضلوا رجعوا على سوريا، وهو يرجع على سوريا، قال لا بديش ارجع على سوريا،
تفضل يا اردن وطني. قالت اردن اسف بديش بطنه. بقول له اعيد توطينه في الدنمارك، في كندا، في العراق، في اي محل. لا، الانروا ما بتعمل مع الفلسطينيين، ما في انروا بافريقيا واليمن وسوريا، لا ما في انروا. في سوريا في طبعا، لانها منطقه لاجئين فلسطينيين. الانروا لا تعمل في المناطق الخمسه، حتى في العراق ما عملت. عشان هيك لما صارت مشكله العراق بعد 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 احتلال العراق، لما صارت مشكله العراق، الانروا المفوضيه دخلت مع الفلسطينيين. طيب، قبل ما ادخل على تعريف اللاجئ الفلسطيني، لانه كمان بده انتباه شوي. الان يا جماعه، واضحه الفكره اللي حكيناها، دور الانروا ودور ال لا يا ما هو احنا لما نحكي عن قانون دولي وعن لاجئين دوليين غير عم نحكي عن الفلسطينيين. انا بالنسبه لي لفلسطيني ما مطروح عندي لا توطين ولا اعاده توطين. انا فلسطيني، حقي ارجع الى بيتي ونقطه، بس الى بيتي تراها، مش ارجع لريحه ولا غزه ولا الخليل، الى بيتي. بيتي اين؟ بيتي الذي اخرجت منه، كن الدجاج، خم الدجاج تبع جدتي او جدة ابوي، بدي ارجع عليه. الانوره في كلام كثير عليها. نعم، الانوره ما بتقبلكش يا اخي. اللي بيسال هل ممكن ان المفوضيه ما بتقبلك اذا انت فلسطيني؟ ما بتقبلكش، حتى لو انت فلسطيني ولاجئ فلسطيني خارج عمل الانوره، بتعد للالف لما 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 تقبلك وتحميك وتتدخل فيك. تمام. تعريف اللاجئ، ركزوا معي شوي على تعريف اللاجئ، الله يرضى عليكم، ركز شوي على تعريف اللاجئ. من هو اللاجئ؟ تمام؟ تمام؟ ركزوا شوي. تعرفوا انتم قانونيين ومهتمين بالقانون، كل كلمة لها ايش؟ كل كلمة لها مقصود. حناخذ تعريف ال 51، وحناخذ تعريف الأونروا، وحناخذ تعريف احنا وضعينه. واحد، تعريف 51. اتفاقية ال 51 في المادة رقم واحد قالت تنطبق لفظة لاجئ على تالية: كل من وجد نتيجة لأحداث وقعت قبل كانون الثاني يناير 51 بسبب خوف مبرر. يعني اللي وجد خارج بلده، خارج بلده قبل 51 بسبب خوف مبرر. من ايش؟ التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو رأيه سياسي. فوجد خارج بلده، إذا واحد قبل ال 51 وجد خارج بلده بسبب الاضطهاد، وعرفنا الاضطهاد، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية البلد، وهذا لا بده يقعد في هالبلد، في لا بده يرجع لبلده أو بيستطيعش يرجع لبلده، هو ما بده يرجع أو ما بيستطيع. لاحظوا الأمرين، ما بده يرجع أو لا يستطيع. متفقين؟ طيب، أنا لو سألتك أو كل من لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته المعتادة ولا يرغب نتيجة هذه الأحداث العودة له، لو سألتكم التعريف هذا هل ينطبق علينا كلاجئين فلسطينيين؟ صحيح، شملت عديم الجنسية يا ريج، صحيح. هل ينطبق علينا كلاجئين فلسطينيين؟ أنا في تقديري لا، لأن هذا التعريف إنما وضع لفئة اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وعشان هيك حددوا التاريخ، وفي البروتوكول الإضافي شالوا التعديل سواء قبل أو بعد، يعني عدلوا التاريخ، انتبهوا إنه 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 في تعديل. لأنه أنا اللاجئ الفلسطيني ما وجدت خارج بلد نتيجة اضطهاد بسبب اللون ولا العرق، ولا استضعفوني، ولا أني أبيض، ولا أني أسود، ولا أني أحمر، ولا أبدا. اللي صار فيني يا جماعة عملية تطهير عرقي جماعي، طبعا عملية إحلال وإبدال جماعة، عملية قتل ممنهج. 87% من اللاجئين الذين خرجوا إلى من ديارهم خرجوا بسبب الاضطهاد المباشر. 87% أبحاث قاموا فيها مجموعات من المختصين. يعني 13% اللي هربوا بسبب الدعاية والكلام وإن راحوا وإلحقوا له. غير هيك كله اللي صار في فلسطين يا جماعة، صار أكثر من 500 قرية دمرت. اللي صار في فلسطين عملية تطهير عرقي ممنهجة مدروسة إحلالية. طيب، اجت الانوروا تعرف اللاجئ، عرفت اللاجئ الانوروا بانه ايش؟ طبعا تعريف الانوروا انا بعتبره تعريف اجرائي، بسبب
صحيح يا فيا، كلمة اضطهاد كلمة بسيطة اللي صار للفلسطيني. أنا اضطهاد يا جماعة خير، اللي صار فلسطيني صار جرائم ضد الإنسانية، اللي صار فلسطين صار يعني تطهير عرقي بمعنى الكلمة، صارت إبادة جماعية. أحسنتي أو أحسنتي رندا. فاللي صار مش موضوع اضطهاد والله، ولأنه لك رأي سياسي خالفوك واطلع برا، لا مش، أو اللي صار فعلا أقرب، مش أقرب، فعلا جرائم حرب اللي صارت. اللي صارت يا جماعة في قرية واحدة، في مذبحة واحدة يجمعوا قتل المدنيين بمذابحنا، أكثر من 76 مجزرة اللي تمت في أبان النكبة، قبل أو أثناء النكبة اللي صارت ضد الفلسطينيين. فأنت ما بتحكي عن والله اضطهاد ومش اضطهاد، هي عملية تطهير عرقي وإحلال، هي عملية إحلالية. ورحمة الله عليه، رحمة الله عليه الباحث العظيم عبد الوهاب المسيري قال 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 عن الكيان الصهيوني، قال: هذه دولة، دولة وكيلة ودولة عميلة، دولة وكيلة ودولة عميلة. شو معنى وكيلة؟ يعني وكيلة الاحتلال غرسها الغرب، بريطانيا والقوى العظمى غرستها في المنطقة لأن تكون وكيلة لمصالح الغرب في منطقتنا، ودولة عميلة أنها انتمائها وولاها لمين؟ للغرب. لذلك كل شيء بالنسبة لهم يبرر. التعريف الثاني، التعريف الأونروا. الأونروا شو قالت عن اللاجئ الفلسطيني؟ ها مين يا أستاذ عبير؟ في حد ممكن يقرأ لنا التعريف؟ تعطيه الصوت ويقرأ التعريف؟ ممكن أستاذ عبير إذا عندك حد يرفع إيده ويقرأ لنا التعريف ونناقش مع بعض؟ صوت عالي. رندا لو تفتح المايك. مساء الخير. مساء النور. هلا أستاذ رندا، حياك الله. يا هلا. تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني: اعتمدت الأونروا في عملها بين اللاجئين الفلسطينيين على أرضه تعريف إجرائي تعريف إجرائي وليس سياسي أو حقوقي صاغته للاجئ الفلسطيني بهدف أو يهدف لتوفير معايير ومقاييس لتقديم مساعداتها على النحو التالي. الشخص الذي كان، من هو اللاجئ؟ هو إيش أول شيء؟ إيش هو الشخص؟ هو الشخص يعني ليس هو... ليش الشخص؟ طيب يعني ما في شيء له اسم، يعني ما بيقدر يقول اللاجئ هو الفلسطيني. ليش تمام هو الفلسطيني؟ لا 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 رندا خليك، انا بدي تقرا التعريف بس، انا عشان بدي اناقش التعريف معك. هو ايش؟ هو الشخص. انتوا موافقين عليها؟ ما ادري، حرين. كملي. اكمل تحت بالاصغر؟ ايوه تمام. هو الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفتره من 1 حزيران يونيو 1946 حتى 15 أيار مايو 1948. يعني لحظة رندا، اللي من 46 لل 48 هذا هو اللاجئ. طب واللي قبل؟ واللي قبل ما قبل ذلك يعني لا. طب واللي بعد؟ طب ما عندنا بدأت المناوشات بين الصهاينة والفلسطينيين من العشرينات والثلاثينات عن طريق العصابات الصهيونية وعن طريق البريطانيين، وفي كثير ناس هربوا وطلعوا. لا، في ناس هربوا يشتغلوا. عبد الحميد شومان، بنكيجمان، من أكبر العقول البنكية رحمة الله عليه، خرج بالتسعينات. أهلنا راحوا على تشيلي وعلى أمريكا اللاتينية بتمانينات القرن اللي قبل الماضي، يعني 1880، 1890، 1900، 1910، 1920 راحوا على أمريكا اللاتينية. يعني هذول مش لاجئين؟ طب واحد بعد 48 اللاجئ، وبعد 48 بال 67 وبعدها مش لاجئين؟ كملي يا نعم، كملي كملي أختي. أستاذة رند معي؟ أستاذة رند؟ أوكي. والذي فقد بيته ومورد رزقه. قال اللاجئ هو الذي فقد إيش يا أفياء؟ بيته هو إيش؟ ومورد رزقه. طب أنا عندي بيت بس ما عندي موقع مورد رزق، يعني مش لاجئ. أو أنا لا عندي بيت ولا مورد رزق، أنا فقير الحال، لا كنت أشتغل ولا كنت عندي بيت، معناته أنا مش لاجئ. وليش معا يعني؟ طب ليش من واحد منهما؟ نتيجة حرب عام 48. أنا بالنسبة لي عام 48 ما بعتبرها حرب. الحرب معناتها في عرف الحروب دولتين، دولة قاتلت هنا ودولة قاتلت هنا، والدولة متكافئة أو غريبة. اللي صار يا جماعة الخير، اللي صار هو عملية تطهير عرق وعملية إبادة،
وخيانة عظمى من البريطانيين ودور رخيص قامت فيه بريطانيا في تمكين المشروع الصهيوني. نتيجة حرب 48 ولجأ إلى إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مسؤولية. اللاجئ بس اللي راح لوين؟ لا ضفة ولا غزة ولا سوريا ولبنان وبس، غير هيك لا يعتبر لاجئ. إذن هذا التعريف تعريف ناقص، وهذا التعريف فقط هو عملته الأونروا لأغراض المساعدات، ولا ينطبق على اللاجئ الفلسطيني ولا يكفي اللاجئ الفلسطيني. طبعا أيها الكرام، إحنا عندنا مشكلة حقيقية في من هو اللاجئ الفلسطيني. يا ميسون، التحكم بالصوت والكاميرا مش من عندكم، النظام اللي بيستخدمه بزوم ما بعطي الدارسين اي صلاحيه تحكم بالصوت او الكاميرا، انما احنا من عندنا اللي بده يحكي واحنا وافقنا له بنعطيه وانت بتوافقي، وبرضه حفاظت على خصوصيه الناس. طيب هذا التعريف كما قلنا تعريف ضيق، وتعريف هو اجرائي للأونروا. برجع بقول احنا عندنا مشكله يا جماعه في تعريف اللاجئ الفلسطيني، لانه اشهر تعريف للاجئ اللي هو تعريف ال 51 اخذناه بشويه، وثاني أسوأ تعريف للاجئ هو الفلسطيني تعريف الأونروا. في العالم كله لا يعرفون غير هذا التعريف تعريفا للاسف. احنا المفروض كفلسطين نقدم تعريفاتنا. هلا عندنا منظمه التحرير قدمت تعريف، دائره شؤون اللاجئين في منظمه التحرير قدمت تعريف، الوفد المفاوض قدم تعريفات، وكلها بالحقيقه تعريفات عليها كلام، يعني دائره شؤون اللاجئين تعريفها فيه اشكاليه كبيره صراحه، وحتى الوفد المفاوض افضل تعريف ولكن فيه اشكاليه. احنا كاكاديميه دراسات اللاجئين حاولنا ان نصوغ تعريفا. طبعا هاي ملاحظاتنا على تعريف الأونروا حكينا عنها، ويمكن ترجعوا له في وقت لاحق او حتى تقرأوا على الموضوع. احنا اصدرنا كتاب في الاكاديميه اسمه تعريف اللاجئ الفلسطيني. يا ريت يا استاذه عبير كتاب تعريف اللاجئ الفلسطيني يرسل لهم جميعا، واتفاقيه ال 51 كمان موجوده عند سامر ترسل لهم جميعا. ان شاء الله دكتور. شكرا. التعريف المختار، نحن عملنا تعريف موجود مجروع مجموعه من الناس عملت على هذا التعريف، وهو اللاجئ الفلسطيني. من يقرا؟ في حد يقرا بس ما يقطعناش؟ عندك حد يا عبير رافع ايده؟ استاذ شريف لو يفتح المايك. استاذ شريف اذا سمحت بس المايك من عندك. استاذ محمد عبد الربو. التعريف المختار، اللاجئ الفلسطيني هو كل فلسطيني حال ويحول. هو كل إيش؟ كل فلسطيني. بدي أبين ماهيته، لأن الأونروا بالمناسبة الأونروا شو سماتهم؟ سماتهم لاجئي فلسطين، مش اللاجئين الفلسطينيين، لاجئي فلسطين. شو يعني؟ يعني الذين لجأوا من فلسطين فيهم السوداني واليمني والتونسي واللبناني والسوري، وبالمناسبة اليهودي، في يعني 80 يهودي فلسطيني مسجل بالأونروا. 80 يهودي كان عايش في فلسطين ولجأ مع الناس اللي لجأت. إذا هو كل فلسطيني، نعم. حال ويحول الاحتلال الصهيوني دون تمتعه بحق الإقامة. شو معنى حال ويحول؟ حال في السابق وما زال يحول دون رجوعه إلى أو حقوق حصوله على حق. إذا حال في الماضي ويحول في الحال وإيش؟ والاستقبال. يعني هو الذي منعه الاحتلال ويمنعه الآن، ويمنعه متى؟ في المستقبل. مين اللي منعه؟ الاحتلال. اسمه الاحتلال الصهيوني او الاحتلال الاسرائيلي يا سيدي، بس هو احتلال. نعم تمام. دون تمتعه بحق الاقامه الدائمه في بلدته الاصليه من فلسطين. في بلدته الاصليه. انت من وين حضرتك اخي؟ جوره عسقلان. من جوره عسقلان، نفس بيتك نعم. ما تقول لي بروح على غزه او برجع على الخليل او برجع على ريح او برجع على الضفه. نعم نعم. وبكامل حقوق المواطنه فيها. يعني مواطن اصلي كامل حقوق، مش مواطن درجه ثالثه ودرجه رابعه زي ما بيسووا مع اخواننا واهلنا في القدس في ال 48 في الداخل المحتل. بعتبر نعم. مواطن درجه 17. نعم. انت مواطن صاحب البلاد، انت نعم. المواطن الاصلي اصلا. نعم. بغض النظر عن تاريخ بدء حرمانه من هذا الحق او طريقه حرمانه. متى بدا؟ كيف بدا؟ ما بيعنينيش. يعني مثلا 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 واحد طلع بال 80 لحاله وبعدين تجاوز المدة واليهود منعوا يرجع، أو تزوج أولاد وبنات ما رجعوا ممنوعوا يرجع، هذا لاجئ. طب دكتور عفوا، واحد اليهود حملوه أبعدوه، هذا لاجئ.
الآن لو كان مواطن من الضفة الآن، الضفة الفلسطينية، نتيجة الاحتلال وهاجر أو لجأ إلى دولة، يعتبر لاجئ أيضا. مدام شوف مدام بقدرش يرجع على بيته لاجئ. تمام. وصلت؟ شكرا دكتور. حياكم. هذا التعريف طبعا احنا اجتهدنا بهذا التعريف، لا يعني انه هذا التعريف هو جامع كامل، لو يجوا مجموعه من القانونيه يناقشوا ممكن يطلعوا فيه مشكله، بس هذا التعريف اللي وصلنا الى انه تعريف جيد. هذا التعريف معترف فيه لسه ابراهيم للاسف مش معترف فيه. ليش مش معترف فيه؟ لانه اولا بدك انت فلسطينيا تتوافق على تعريف جيد، وفي خلاف كبير بالتعريف الفلسطيني بتسميته احتلال وتسميته اسرائيل. فيعني حتى الفلسطينيين من بعضهم، هل هي احتلال ولا هي اسرائيل؟ افياء انا بقول لك هذا التعريف المختار، احنا بنحط تعريف مقترح للاجئ الفلسطيني، وفي غيرنا كثير حطوا تعريفات مقترحه للاجئ الفلسطيني بمعنى تعريف يعطيه حقه. فانا قاعد اقول لك اذا بدك تعرف اللاجئ الفلسطيني بدك تعرفيه بهذه الطريقه. اختلفي معاي، زيد سطر نقص سطر، زيد كلمات حط كلمات، بس لازم العناصر الأساسية إنه منعه ويمنع في الحال والاستقبال، والذي يمنع هو الاحتلال، والذي يرجع يرجع إلى بيته بغض النظر كيف المنع، وهو الفلسطيني مش هو الشخص ولا الشيء. طبعا يا إيمان أبو زعلون عندنا خلاف، ليش؟ لأنه اختلفوا الفلسطينيين إنه اللي بيمنع اللاجئ هو الإسرائيل ولا الاحتلال. إذا قلت إسرائيل معناته أنت عندك مشكلة الآن، أنه أنت معترف بإسرائيل بمعنى آخر إلى حق بالوجود، وإذا قلت الاحتلال إذن هي دولة محتلة. فالموضوع شوية في تعقيد، وبدخل في تعقيد الحالة السياسية حتى كمان داخل المجتمع الفلسطيني. لكن أنا تقديري واحدة من أهم النقاط ومن أهم الملفات المهمة للعمل عليه هو محل ما هو ملف اللاجئين الصحيح. ملف اللاجئين ملف مهم وملف مظلوم زي ما حكى لكسنبرغ في البداية، وملف من أعظم الملفات. يا جماعة خير، في قضية في العالم فيها 8 مليون لاجئ، 8 مليون محرومين من بيتهم وأرضهم، 8 مليون الأب والابن والحفيد والسيد والجد كله عاش وولد خارج أرضه. فبالحقيقة أنت تحكي أمام مش كارثة، يعني كلمة كارثة زلزال، أنت زلزال بشري. بتعرفوا يا جماعة خير 8 مليون لاجئ، والله أن كل لاجئ منهم قصة وحكاية. كل لاجئ لو عندنا أدباء شاطرين شادين عن حيلهم يكتبوا 8 مليون قصة، وبعضهم يكتب عنه 10 قصص. أنت بتحكي عن بدك تعمل متحف للاجئين، كل مخيم بعمل فيه 10 متاحف، كل مخيم فلسطيني. أنا عندي خلينا نقول 65 مخيم مع غير المعترف فيها، أو 66 مخيم، والله بكتب فيهم 66 ألف متحف بعمل فيهم. فأنت بتتكلم عن عن عن, عن قضية عظيمة جدا. طبعا في العدد لما نحكي 8 مليون الفلسطيني عنده جنسية أخرى محسوب، وعندنا نقطة نناقشها هي جنسية الفلسطيني. طيب الآن حندخل في الملف وصلب موضوعنا، وهو المركز القانوني أو حقوق اللاجئ الفلسطيني. احنا يا أحمد حكينا هون عن اللاجئ الفلسطيني. الآن في الحقوق حنحكي عن 6-7 حقوق عامة لكل اللاجئين بالعالم، وبعدين ندخل على حق اللاجئ الفلسطيني. نعم، حقوق اللاجئ الفلسطيني في القانون، ما دخلت أنا حقوقه في الأديان ولا حقوقه في الأعراف، دخلت مباشرة على القانون. ولما يحكي على القانون يحكي عن مصدرين، إما القانون العام وإما القانون الخاص. القانون الخاص هو قانون اللاجئين، والقانون العام هي القوانين والمعاهدات اللي أنتم عارفينها. أول حق للاجئ في أي مكان في الدنيا، أول حق له حق التماس اللجوء وعدم الرد. شو يعني حق التماس اللجوء؟ يا أخي أنا قاعد أضطهد، بدي أطلع، بدي أهرب، بدي الأمان، فمن حقي أني أصير لاجئ، من حقي أطرق أي باب، أنا السلام عليكم أنا لاجئ. ثم الحق الثاني عدم الرد. إذن التماس اللجوء والتمتع به هذا حق. بالمناسبة أي دولة، مش قلنا قبل شوي الأردن مش 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 موقع اتفاقية 51، لو جاه لاجئ تتأكد إنه لاجئ لا يجوز أن ترده. ذاكرين الثلاثة المجموعة الخمس مناضلين اللي تحرروا من السجن قبل فترة من جلبوع، ذاكرينهم الخمسة؟ مش صارت إشاعة إنهم راحوا على الأردن، وصار كلام إنهم راحوا على الأردن؟ قال نعم، فصاروا يحكوا إنه الأردن لازم ترجعهم لأن الأردن في اتفاقيات بينه وبين اليهود، فإذا صار لازم الأردن ترجعهم.
لا يا جماعة، الأردن مش من حقه ترجعهم حتى لو في 500 ألف اتفاقية مع اليهود، لأن اللاجئ لا يجوز أن يرد. إنسان رايح على الموت ترجعه ما بيجوز. الأردن ليش ما وقعتش إنعام؟ صراحة ما عندي أنا يعني معلومة، عندي تقدير إنه التوقيع بيعرض على الأردن نوع من أنواع التبعات اللي مش حابة تلتزم فيها. وبرضو بالمناسبة برضو إحنا عندنا مشكلة، مثلاً لبنان بترجع اللاجئين السوريين اللي إجوها مثلاً. طب الأصل ما ترجعهم، ماشي، لبنان ما بتعامل اللاجئين الفلسطينيين كويس. الأصل لو في قانون دولي يحاسبوا اللبنانيين. يعني عليك يا خديجة، النظام الإسلامي متقدم جداً باللجوء، بالنظام اللجوء متقدم جداً. وإن أحد نكرة، يعني أحد كبير صغير غني فقير أبيض أسود مرأة رجل طويل قصير، أحد مشرك يعني دينه ماله عكس دينك يعني عدوك، استجارك فأجره حتى ثم أبلغه مأمنة. يعني حتى لو ضل كافر وضل مشرك لازم تاخده والجيش المسلم يوديه وينقله على المنطقة اللي بيأمن فيها على روحه. الحقيقة لا، النظام الإسلامي متقدم جدا، هذا ما قاله الغربيون. صحيح يا نعم. وجزء عرف بالقانون الدولي عدم الرد، لا يجوز لأي دولة من أي دول في العالم أن ترد اللاجئ إلى بلده التي لا يأمن فيها على حياته. مرة ثانية، لا يجوز لأي دولة أن ترد اللاجئ لبلده التي لا يأمن فيها على حياته إلا في حالة واحدة. هذه الحالة إذا كان هذا اللاجئ تيقن 100% أنه خطر عظيم كبير على أمن الدولة وعلى الاستقرار المجتمعي وعلى استقرار البلد، فإنه إحنا هذا اللاجئ بنرجعه. قالوا بعض الناس لا يا أخي ما ترجعوه، أعيدوا تسفيره، يعني ودوه منطقة ثانية. يعني مثلا لاجئ أجا من سوريا على لبنان، لبنان بداش تدخله، يا أخي ما ترجعوه، خذوه وسفروا على منطقة ثانية. بسميه إحنا إعادة توطين، إعادة توطين. هذا مبدأ عدم الرد، وهو مبدأ المادة رقم 1 في اتفاقية 51، وهو مذهب تحكمه القواعد الآمرة، يحكمه العرف الدولي، لا يحتاج إلى قانون لأن يحكمه. بالله عليك، هل تحتاج قانون يشرع معاقبة الكاذب أو يشرع تجريم الكاذب أو تجريم السارق؟ لا أظن في أي دولة من دول العالم فيها قانون يجرم السارق. تمام. الحق الثاني حق الحماية. الحماية المقصود فيها يا جماعة حماية بدنك، حماية روحك، حفاظ على حياتك، هذا حق الحماية وليس معنى آخر. وهذا موجود في نظام في 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 في, في النظام الأساسي لفوضية اللاجئين، بتقول مهمة الحماية الدولية منع الإعادة القسرية للاجئ، يعني ممنوع ترجع اللاجئ غصب عنه، والمساعدة على استقرار اللاجئ عبر تسهيل الإجراءات وتقديم العون والمشورة القانونية والترتيبات التي تضمن إيش؟ السلام والأمن، مع التشجيع على عودة طوعية الآمنة. إذن اللاجئ لازم حماية، وأنا قلت لكم أن اللاجئين لهم حماية، إلا اللاجئ الفلسطيني لا حماية له. الأصل حتى لو في اتفاقات بتسليمهم لا يجوز. اتفقنا الحق الثاني حق الحماية، وعندنا احنا مشكلة الفلسطينيين في الحماية. والأنوروا قدس الله سرها قالت الحماية عندي معناته الطعام والشراب والعلاج والصحة، حتى هذول بدأت تتراجع فيهم. لاحظين حرية ممارسة الدين والتعليم الديني، مثلا انا لاجئ، يعني عفوا انا لاجئ مسيحي، فمن حقي اتعلم ديني. انا لاجئ لا ديني، من حقي اتعلم لا ديني. أنا لاجئ مسلم، من حقي أتعلم ديني. تعرفوا الدين هذه حرية، ما حد إله يمنعك منها. حرية الوصول إلى القضاء، من حق اللاجئ أنه يتقاضى ويأخذ حقه حتى كان ضد أولاد البلد. الحصول على التعليم الابتدائي الإعدادي الثانوي الجامعي، على الإغاثة والمساعدة، الحماية عن طريق الضمافير وضمان اجتماعي، مش هو طرش بحر يعني ملوش أي إشي يعني. لا، هذا إنسان يا جماعة إله حقوقه وإله ضمان اجتماعي وإله حقوق ملكية فكرية وإله حقوق اختراعات. حماية الأعمال الثقافية الفنية، المساواة بالمعاملة من قبل سلطات الضرائب، ما تحط ضريبة 50% على الوافد أو على اللاجئ و30% و10% على ابن البلد.
هذه الحقوق العامة بعدم التمييز. الحق الثالث يا مين اللي قال إبراهيم حرية الحركة أو الرابع حرية الحركة؟ شو يعني؟ يجب منح كافة اللاجئين أوراقا تمكنهم من السفر وتمكنهم من إيش؟ من العودة. لازم يا أخي الكريم تأخذ وثيقة سفر أو جواز سفر أو يكون معك ديكومنتس وثائق تخليك تسافر متى تحب وترجع متى تحب، مش زي الوثيقة الفلسطينية المصرية الصادرة لإخواننا من أهل غزة كانت تصدر لهم. الوثيقة المصرية ما بتسفرك على مصر. أنا والله من الأمور اللي رأيتها في حياتي، مرة رايح على السفارة المصرية في جدة فلقيت دور كبير ثلثين فلسطينية، شو؟ قال بدنا ناخذ موافقة فيزا فيزا لوين؟ لمصر عشروا على غزة. ليش مش أنتم معك وثيقة مصرية؟ قال آه. قلت مش لازم ترجع غزة؟ قال آه بس لازم أخذ وثيقة موافقة أو تصريح أو غير ذلك. أنا بحكي يا أستاذ جهاد، بعد أن يذهب اللاجئ ويدخل في حماية الدولة لازم يعطى إيش؟ هذه الوثيقة. بتلاحظ بالصورة هون، بالصورة اللي أسفل هذه، مين بيعرف صورة مين؟ حد بتذكر في كورونا كان تابع أوضاع الفلسطينيين؟ حد شوفها؟ حياك الله أبو خالد، أهلا وسهلا بك. هذا الشاب اللي فلسطيني لبناني اللي كان في دبي، ولما صارت كورونا راح يسافر على لبنان، ما رضيتش لبنان تدخله لأنه مش لبناني، وفي الكورونا كانت في لبنان ما بتدخل إلى لبنانيين، وانحجز 10 أيام في المطار. لا الإمارات راضين يدخلوه ولا اللبنانيين راضين يدخلوه. وبالمناسبة هذا الحجز بالمطارات هذا حليف الفلسطينيين. أنا قعدت يومين في مطار القاهرة ما رضوا المصريين يدخلوني، وانتظر تسفير على أول طائرة قادمة في الحجز، معك مع واحد مجرم حشاش تبع مهرب مخدرات، مع واحد مجرم، مع واحد مطلوب سياسي، كلنا بالنظارة محجوزين عند إخواننا المصريين والجوازات بديهم. وليلة الثانية برضو حجزت في مطار عربي آخر برضو بسبب فلسطينيتك. إذا من حقك تأخذ وثيقة تمنعك تتحرك وتروح تيجي. إخوانا والله الحركة هذا حق طبيعي للإنسان يا جماعة، عيب والله، عيب نحكي فيه، عيب تحكي إني بدك تروح وتيجي وتدخل وتطلع. فهذا حق من حقوق اللاجئ. حق العمل، مش حق العمل بالأسود ولا بدون أجر، ولا حق العمل بأجر قليل. الحق في المسكن، بدك مسكن، مسكن آمن. هذا الصورة من مخيم غزة في الأردن، اللي هم إخواننا أهل غزة اللي إجوا على الأردن، اللي بسموهم عندنا في الأردن أهل غزة أو مخيمات غزة، اللي معهم جواز أردن مؤقت. هذول بسكنوا في بيوت اللي بيوت الشينكو أو الزينكو أو الحديد. هذه البيوت حارة صيفا وباردة شتاء، مع الميوزك والموسيقى الله وكيلكم. لما يدخل الجو والبرد بتلاقي موسيقى الهواء وموسيقى الامطار، تشك 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 تشك، والاولاد عايشين والى غير ذلك. والصيف موسيقى الحمام ويدقدق لك على الزينك ويطلع وينزل والى غير ذلك. فانت بتعيش في ايقاعات جميله من ارقى الايقاعات ممكن، يعني ولا بتهوبن. اذا الحق في السكن، حق الانسان يكون في سكن امن ومامن. وفي دراسات بتحكي انه السكن غير الامن او غير الصحي او السكن يعني السيء فيه امكانيه للجنوح وللجريمه والى غير ذلك، لانه الناس ما بتقعد في بيوتها. حق التعليم وللامانه الأونروا بتقوم بدور كبير جيد في التعليم للفلسطينيين، بدا يتراجع بس ان شاء الله ما يرجعوا. حق الاغاثه والمساعده، الأونروا الله يرضى عليها في المساعده ما هي مقصره، بتجيب لنا طحين وبتجيب لنا كذا. بنصحكم بعد ما تخلص المحاضره تخشوا على يوتيوب وتحط كلمه ترك التموين، ترك التموين، وتسمع هيك خلينا نقول أغنية زجلية قديمة يمكن من الثمانينات وأجت رك التموين. الحق الثامن حق الإغاثة والمساعدة. هلأ هذه الثمن حقوق بتحكي عن اللاجئين بشكل عام، الفلسطينيين وغير الفلسطينيين. هلأ اللي بدي أخذهم هم بخصونا كلاجئين فلسطينيين. تاسعة حق العودة. شو يعني حق العودة؟ مين بيقرأ؟ إذا في حد يرفع إيده وعبير تفتح له المايك لو سمحتم. شو العودة يعني؟ في حد؟ ولا أنا أقرأ؟ يا السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. يعطيك العافية دكتور، الله يتقبل. أهلا وسلام فيك. مين معك؟ مفهوم حق العوداتي هو حق الاسم. الاسم أفياء عبد المجيد دية. هلا يا أفياء، أهلا وسهلا بك، حياك الله يحييك. مفهوم حق العودة هو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب. هو حق مين؟ هو حق مين؟ هو حق الفلسطيني. حق الفلسطيني. إذا إحنا نحكي عن حق عودة خاص مين؟
يخص الفلسطينيين. تمام. يخص الفلسطينيين فقط. الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت قبل أو بعد ذلك في العودة إلى. إذا طرد أو خرج، يا طرد بالقوة يا خرج لحاله. تمام؟ نعم. سنة 48 أو إيش؟ أو قبل أو في أي وقت قبل أو بعد ذلك. تمام. هذا جيد. نعم. العودة. في العودة إلى الديار والأرض والبيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948 هو أو والده أو ابنه أو إلى آخره، أو ابنه أو إلى آخره. يعني بيرجع لوين؟ إلى بيته. نعم، البيت وأرضه التي كان حياته الطبيعية فيها قبل 48. طب ما هو جدي اللي كانوا مات الله يرحمه، جدك بتعرفوا اللي فيكم درس في علم المواريث، كانوا يقولوا الأب وإن على والابن وإن نزل، الأب وإن على والابن ونزل، يعني نزل. الأب أبوك جدك أبو جدك جد 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 جدك الأولاني، وابنك وابن ابن ابن ابنك، هذا حق ما بسقط. تمام؟ صحيح. واضح التعريف يا أستاذة؟ نعم صحيح، الله يجزيك. أنت بنت عبد المجيد أبو دية، أنتم من الظهرية صحيح ولا من؟ نعم، والدتي تسلم عليك دكتورة ساجد أبو فارس. أهلا وسهلا بك، حياك الله، أهلا وسهلا بك وبها. أهلا وسهلا، الله تقبل منك. الله، تحية لكم جميعا. إذا أهلا وسهلا. إذا هو حق الفلسطيني الذي طرد أو إيش؟ أو خرج. فإذا تتكلم عن الفلسطيني هذا حق العودة، هذا خاص بالفلسطينيين. إحنا يا إخواننا في الموضوع الفلسطيني وحق العودة وحقوق اللاجئ، هنا نختلف عن البقية. اللاجئ السوري صار عنده مشاكل في بلده ورجع، بس أرضه وبيته محفوظين، برجع متى شاء وبستملك فيهم متى شاء. أنا مشكلتي لا، أنا عندي نظام إحلالي عميل حقير أجا طلعني وأخذ حقي وأخذ أرضي وصارت بيت الصفر ودمره، فمن هون أنا حقي هذا غير عن حقوق الناس، وهذا حق خاص بنا. طيب، في عندك أدلة؟ طبعاً عندي أدلة. الإعلان العالمي حقوق الإنسان قلت لكم قبل شوي إنه هو ما شاء الله عليه هو أول وأهم وأهمها، أول وأهم حد تكلم، قال يحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلد كما يحق له العودة إليه. يعني كل واحد بحق له يطلع وإيش ويرجع، كما نصت المادة 17 على لا يجوز تجريد أحد من أملاكه تعسفاً. موضوع الملكية وموضوع البيت طبعاً أريج هلأ حنروح اتفاقية جنيف الرابعة وتشوفي ما يجوز لأي إنسان، هذا بشكل عام، ناهيك عن القوانين الخاصة. اتفاقية جنيف الرابعة شو بتقول؟ مادة 49 يحظر النقل الجبري. شو يعني الجبري؟ الإجباري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين. يا إخواننا يا أخواتي يا شباب، كل الأشخاص محميين. الإنسان محمي بطبعه، الإنسان محمي بطبيعة أرادها الله سبحانه وتعالى، ثم أرادتها القوانين أن الإنسان حرام محرم. لأجل ذلك حتى بالإسلام يا جماعة الانتحار حرام. عارفين ليش؟ ليش الانتحار حرام؟ لأنه حتى الإسلام لا يعتبر روحك ملكك، يعني حياتك مش ملكك أنت. حياتك يا أخي حياتي وروح في أنا حر فيها، قال لا، أنت تحديدا لا، حياة أنت كل ملكك أنت حر فيه إلا حياتك. هذه حياة، هذه حياة، هذه روح ما بجوز أنت تزهقها، لاحظين؟ فبالتالي حرم الإسلام الانتحار، وكل القوانين الوضعية تحارب الانتحار وتجربه وتمنعه وتبذل أي شيء من أجله. ليش؟ لأن هذه النفس إزهاقها ليس حق، هذا حق بالحياة، هذا حق الله سبحانه وتعالى مريح الناس، فلا يجوز أن تلعب به. إذا لا، أو نفيهم من الأراضي المحتلة لأراضي الدولة المحتلة، ممنوع تطلع واحد من بلده إلى داخل البلد المحتل أو تأخذه أو إلى غير ذلك، فأي حق أنت بتطلع الناس؟ هاي اتفاقية جنيف الرابعة. اتفاقية جنيف الرابعة رهيبة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين وبحقوقنا في فلسطين، رهيبة، اللي اتفاقية المدنيين تحت الاحتلال. حق العودة في العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، المادة رقم 12، لكل فرد حق فرد حرية مغادرة أي بلد، لا يجوز حرمان إنسان من أملاكهم. فأنت بتتكلم عن كلام، نعم. الآن هذه قوانين عامة، أما القوانين الخاصة يا عبير بدي حد يقراها. أهم قانون في حق العودة الفلسطيني هو قانون 194، هذه الفقرة
بدي تحفظوها عن غيب. بدي حد يقراها لو سمحتم. نور، نور ثابت. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. نوار، نورة، نوارة. نوارة ثابت؟ صحيح. أهلا وسهلا بك ألف عزيزة وغالية، هلا وغلا، كيف حالك؟ الله يسعدك. تمام، الله يسعدك يا دكتور، الله يبارك فيك. أهلا، شرفنا وجودك معنا، حياك الله أستاذة نوارة، تفضلي. الله يخليك. القرار 194 11-12-48 هو القرار 194 الفقرة 11 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين. نص القرار هو وجوب السماح بالعودة في أقرب. لحظة، شو نوارة؟ أول كلمة شية؟ وجوب السماح بالعودة. طيب وجوب السماح، وجوب مبني لإيش؟ كيف؟ وجوب السماح، مين بده يسمح طيب؟ الجمعية العامة للأمم المتحدة. ليش ما كتبت لي؟ ليش ما كتبت لي في نص القرار؟ هذا يا إخوانا وإخواتي أستاذ نوارة، هذا أهم 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 نص في قرار عودة الفلسطينيين. هذا مهم جدا، رغم انه مهم ورغم انه احنا بنحترمه، لكنه فيه عيوب رهيبه. وجوب السماح بالعوده، مين بده يسمح طيب؟ مش ينبغي ان تكتب يجب على المحتل ان يسمح، او يجب على الذي اضطرد ان يسمح، بتقول لي وجوب ايش؟ نعم، يعني لازم يكون في اداه تنفيذيه لا قبل اداه تنفيذيه، مبين من الذي سيسمح، لماذا بنيته بالمجهول؟ زي انكسر اللوح، كسرت الزجاجة، سرق المنزل. لا يا أخي، قل لي وجوب السماح، من سيسمح؟ نعم. هناك هو في سياسة للاحتلال الصهيوني أو لدولة إسرائيل، هي سياسة دحرجة الأهداف. يعني طالما طرد اللاجئ الفلسطيني من أرضه فخلص يبنى قرار، وبعد هذا القرار ينسى هذا الفلسطيني القضية السابقة، وبالتالي يأتي القرار اللي بعدي وينسيه ما حدث من قبل. وهذه السياسة متبعة لتفتيت أو لثني الشعب عن مواصلة مقاومة هذا المحتل. هذا صحيح أستاذ نوار 100%. وهذه سياسة الأمر الواقع اللي بيستغلوها اليهود كل يوم، بتوسعوا أكثر وبيجوا يتناقشوا معك على ما بعد التوسع، ما بعد الضم، ما بعد الاستيطان. لكن أنا بتكلم عن قرار أمم متحدة وجوب السماح، وما حددت لمن سيسمع. اثنين، كملي. في أقرب للاجئين الراغبين في العودة. لا لحظة، إيه تركت بصيبة مرتي عنها. في متى؟ في إيش؟ في أقرب وقت ممكن. متى تاريخه هذا؟ هذا في 48. طب وإحنا قديش هلا؟ 73 عاماً. ما أجاش أقرب وقت ممكن لسه؟ ما أجا؟ برضو هذه جزئية من الظلم بالقرار، إنك أنت ما ذكرت متى أقرب وقت ممكن. زي عنا متى جاي بعد شوية، متى جاي بعد شوية، متى بعد شوية، هاي لاحظين؟ تمام. للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم. لحظة، للاجئين الإيش؟ الراغبين في العودة إلى ديارهم. لماذا افترضت أن في عدد من اللاجئين راغبين في العودة وفي أعداد أو عدد غير راغب في العودة؟ مين قال لك هالمعلومة هاي؟ ليش افترضتها؟ تمام. والعيش بسلام مع جيرانهم. لحظة، وإذا رجعت أنت بدك تعيش بسلام مع مين؟ مع جيرانك. مين هم جيرانك؟ الإسرائيليين أو ما يسمى. أولاً صاروا جيرانك، اثنين بدك تعيش بسلام معاهم، لاحظين؟ تمام. ثم حتى الاحتلال في هذه النقطة يعني رفض أن يكون جاراً للفلسطين من خلال رفضه لحل الدولتين، كما صرح بنت وأعوانه في الحكومة الأخيرة. يا نور، أحسنت 100%. ووجوب دفع تعويضات على الممتلكات للذين. وجوب دفع تعويضات، نفس الثاني وجوب. طب مين يدفع؟ تمام. عن الممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم. بس الآن اللي بدوش يرجع شو بتعطيه؟ تعويض. وكمان تعويض عن إيش؟ وعن كل مفقود أو مصاب بضرر. حتى اللي بده يرجع إذا عنده مفقود أو مصاب بضرر يجب التعويض. سؤال يا نوار، في عندنا إحنا فلسطيني لاجئ لم يصاب بضرر؟ لا طبعاً. تمام، إذن في هذا النص وجب التعويض للكل. نعم عندما يكون من التعويض. كملي
عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة. لحظة، وفق مبادئ القانون الدولي التعويض عن الفقدان أو الضرر، الفقدان ترى فقدان قد يكون مادي وقد يكون أو معنوي، ممكن تكون فقدت بيتك وممكن تكون فقدت حبيبك أبوك أختك. بالله عليكم، في لاجئ لم يذق مرارة الفقدان؟ في لاجئ ثلاث أربع أجيال بتعيش على موائد اللئام والكرام أحيانا هنا وهناك، هو أبوه ابنه بعد أن كان غنيا وملاكا في يافا وحيفا وبيرات البرتقال، ويطلع هناك فقير وبصير بعدين يجي يقول لك الفلسطيني باع عرضه. ولك يا وقيحين، لو الفلسطيني باع عرضه كان طلع ملك، مش باع بيرات البرتقال وباع أمواله ولليهود وطلع بعدين فقير على 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 في المخيمات. فنرجع موضوعنا أستاذ نوار، إنه هذا القانون، قانون 194، قانون عودة اللاجئين، رغم أنه قانون ظالم، ورغم أنه اعترف بالاحتلال، ورغم أنه طلب مني أن أعيش بسلام مع جيراني اللي هم الصهاينة، ورغم أنه لم يذكر متى التنفيذ ولم يذكر من المنفذ، رغم كل ذلك فإنه قانون نصت عليه الأمم المتحدة واعتبرت هذا 194 شرط لاعتراف بدولة الكيان الإسرائيلي أو بدولة الاحتلال. وهذا يعني أنه هذا القرار من أهم وأقوى القرارات في عودة اللاجئين. لذلك الباحثون والمفكرون الفلسطينيون انقسموا إلى قسمين يا أستاذ نوار. قسم يقول أنه إحنا مع القرار 100%، اعترف بإسرائيل ما عندك مشكلة، ونعيش مع الجيران ما عندك مشكلة، إلى غير ذلك، المهم بدي أرجع. وقسم رفض القرار وقال هذا القسم أنا لا يعنيني لأنه يعترف بالمناسبة أستاذ نوار، هذا القرار تأكد عليه في الأمم المتحدة 132 مرة. والقانونيين بيعرفوا الكلام هذا، إنه كثرة هذه التأكيد ترفع القرار إلى حالة الإلزام، يعني بتعرفوا قرارات الجمعية مش ملزمة، لكن هذا التأكيد ووضع شرط لقيام دولة الاحتلال فيعطي القرار صفة إيش؟ الإلزام. الإلزام. ولكن السؤال يا دكتور، يعني إحنا في القرار 149، لا أدري إن كان هذا النص هو شامل لهذا القرار، لأن القرار بحسب علمي يتضمن ثلاث فقرات مهمة. الفقرة الأولى هي وجوب السماح بالعودة للفلسطينيين لمن أراد العودة. اثنين، تنظيم أو خلق مؤسسة تقوم برعاية شؤون اللاجئين حتى عودتهم. والفقرة الثالثة هي تنظيم آلية لعودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم. وتم تعطيل الفقرة الأولى والثالثة والإبقاء على الفقرة الثانية، وهي المنظمة التي تقوم بإغاثتهم وهي الأونروا. ولكن السؤال، لماذا تم تعطيل الفقرة الأولى والأخيرة من القرار التي تقوم عملية عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم؟ وكلنا نعلم أن حوالي يعني 88% من مساحة فلسطين هي أراضي فارغة ولا يسكنها أي مستوطن إسرائيلي، ولكن عليها وصايا عسكرية إسرائيلية. يعني أين دور القانون الدولي في مطالبة بهذا الحق الذي نصت عليه اتفاقية أو قرار 194؟ بيحكي عنه جزء منه 194، جزء منه قرار 302 اللي هو قرار تأسيس الأونروا. الأونروا في تأسيسها كان إنشاء اللجنة الوفاق الدولية والتوافق الدولية، اللي بالمناسبة حتى الآن اللجنة هاي سارية لأنها لم تلغى بقرار، وكان دور هذه اللجنة هو إعادة اللاجئين إلى بلدهم. لكن بضغط الصهاينة وبتسييس ما تم، فاللي تم انه هو حتى هذا ال 194 السماح ما تم فيه، وفرغوا الأونروا من مضمونها الى الاعاشه والى المساعده. انا بدي احكي استاذ نوار والشباب جميعا والشابات اللي معنا، انه يا جماعه انا بالنسبه لي قراري انا محمد ياسر بقرار ال 194 ان هذا القرار مهم ومهم جدا، رغم انه فيه تجني وفيه تعدي ولا غير ذلك، لكن نسيت تعال الحق العيار لباب الدار على قولتهم، زي ما بيقول استاذنا الكبير الدكتور سلمان ابو سته، بقول يا عمي اقول لك انا ملتزم بكل ما ورد في القرار، رجعوني يلا، انا 8 مليون رجعني، وهذيك الساعه ان شاء الله بنعيش بسماح بنعيش بامان مع الجيران. القصد انه في بعض الناس خاصه اللي بيحاولوا الغرب بقول يا عمي طبق القرار كما هو، احنا ما عندنا مشكله فيه، لكن ايش طبقه. بدك تعترف بإسرائيل يا سيدي، بوعدك وعد شرف لما صرت 8 مليون جوا في الداخل إلا نعيش معهم بسلام، بوعدك.
هذا الكلام بيحكوه بعض الناس. أقصد أن القرار يعني أنا شخصيا رأيي أن لا يرفض بالكلية ولا يقبل بالكلية. نأخذ موقف إنه إحنا يا جماعة الخير بدنا نرجع الناس. هلا في خلاف بين السياسيين وبين الأحزاب السياسية تحديدا أستاذ نوار والجميع إنه هل العودة لازم تكون مع تحرير ولا بدون تحرير؟ في بعض بيقول أي عودة بدون تحرير هي خيانة، لازم تتحرر الأوطان ثم العودة. في ناس بيقول يا أخي خلي التحرير على جهة، الآن إحنا مش قادرين نحرر، خلينا إيش نرجع. والمسألة هاي تخضع إلى الاجتهادات. صحيح، بارك الله فيكم. الله يجزيك خير، يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور. وجودك. الله يحفظك يا رب. الله يبارك. الله وكريمة بنت كرام. الله يخليك، الله يسعدك. طيب حكينا عن حق التعود، حرجع له بعد شوية. تمام؟ بتسمعوا دائما حق تقرير المصير، وكان مرحوم أبو عمار دائما يذكر حق تقرير المصير والفلسطين في حق تقرير المصير. شو يعني حق تقرير المصير؟ إيش يعني؟ ما هو حق تقرير المصير؟ حد بكتب لي. قالوا حق تقرير المصير هو حق للشعوب بعد أن تحصل على حريتها واستقلالها أن تختار الكلفية والطريقة التي أحسنت يا إبراهيم، التي تحكم بها نفسها. كيف دعم النظام السياسي؟ كيف دعم النظام الحكم؟ من هو اللي يحكمني؟ نظام ديمقراطي، نظام دكتاتوري، نظام مدري ملكي، نظام ما لك عندي يا أخي. أنا حقي هذا، حقي. وبالمناسبة حق التعويض وحق العودة وحق تقرير المصير هو حق فردي وحق جماعي. شو معنى حق فردي؟ يعني كل واحد فينا، أنا محمد وأحمد وفاطمة ونوار، كلنا إن حق فردي في ذلك. ثم الحق الجماعي إنه كلياتنا مع بعضنا بمجموعنا لازم نوافق على ذلك. إذا هو حق فردي وحق جماعته. إذا حق تقرير المصير وحق للشعوب تختار النظام السياسي. ما في حد بيجي بيفرض على حد كيف النظام، زي ما تسوي أمريكا الآن بتلعب بالدول بتشيل هذا بتحط هذا. لا، هذا ضد حق تقرير المصير. يمنع التدخل بالدول وتقرير مصيرها، هذا بيدها. من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم بموجب نص القانون الدولي والفقه والقضاء الدولي. فالجمعية العامة المتحدة أصدرت عدد كبير من القرارات المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وليش تعطي مصيره للبريطانيين يلعبوا فيه ويسلموني للأمريكان؟ الحق الحادي عشر حق التعويض. إذا سمحتوا بدي أحكي مسألة بسيطة بحق التعويض، وياريت تركزوا معي فيه. حق التعويض، شوفي هالمثال. مثلاً الأستاذ نوار، افرض مثلاً صارت مشكلة بينه وبين الأستاذ نوار، ورحت أنا افتريت على الأستاذ نوار وقلت نوار مثلاً على سبيل المثال شتمتني، وأجى القاضي والقانون حكم على الأستاذ نوار بالاعتقال لمدة سنة. عادي مسكين بريء، ما شتمتني، بس أنا إيش يعني عليك إبراهيم. الآن أنا بعد 3 أشهر من حكم على نوار بسنة، أنا صحي ضميري، رحت للنيابة وقلت لهم يا عمي والله لا أنا آسف، ترى هي لا شتمتني ولا شيء، أنا ابتليت عليها. تعال يا نوار، بطلع نوار من السجن، وبتيجي نوار بتاخذ حريته، بتقول لا إذا سمحتم أنا بدي تعويضي بدل الضرر. اللي درسوا فقه العقوبات في 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 الإسلام بسموه القرش بدل القرش. شو القرش؟ يعني الأثر الذي أحدث عليك من هذا الضرر، سواء كان ضرر مادي أو معنوي، بمعنى سياط ولا ضرب ولا السجن أخذ مني، أو الحق المعنوي. لكن متى نوار أخذت حقها يا جماعة الخير؟ رد الاعتبار، أحسنت يا رائد. متى نوار أخذت حقها؟ أخذت حقها اللي هو حق التعويض بعد أن نالت حقها في الحرية. بمعنى آخر يا أخوانا، حق التعويض حق لا يتم الحديث عنه إلا بعد العودة. أنا ما بحكي بحق التعويض إلا حق بعد الحرية، بعد العودة. يا أستاذ أفياء، قبل العودة no way إنك تحكي بحق التعويض. وإذا تكلم أي فلسطيني أو أي جهة بحق تعويض أو دفع أموال للفلسطين بالوقت الحالي دون عودة فهي جهة مشبوهة، وهذا ضرب من الخيانة وضرب من البيع. متفقين؟ حق التعويض لا يكون إلا بعد استيفاء الحق. تمام؟ إذن إحنا مش ضد التعويض. التعويض بيع للأوطان. الفلسطيني لا يقبل تعويض. لا حبيبي، بقبل تعويض بس حنانيك، تعويضي بعد حقي. لما أرجع ابن يافا يرجع لبيارته بيافا، أو يرجع لبيته على شط يافا، لما يرجع ليافا، تعال نحسب يا سيدي.
انت منعت من ارضي 70 او 73 او 75 سنه وان شاء الله ما تطول، منعت من ارضي، منعت من استثمارها، انت فرقتني، انت قتلت اخوي، انت قتلت ابوي، ابدا بجريده التعويض. هذا الحق انا بدي اياه، وان كان يا اخوانا كل مال الدنيا لا يفيك، لا يفيك حق بعدك عن اهلك او عن وطنك، او حق ان تعيش على موائد اللئام، او حق ان تحاصر هنا وتقتل هنا وتعذب هنا، لكن بالأخير حق التعويض حق لك ولا يجوز التنازل عنه. متفقين؟ ولا يتم إلا بعد العودة. إذا إلي حق التعويض وأنا متمسك فيه. وإياكم أنه يصير أي كلام، اللي أنا حكيت يا مروة أنه حق التعويض لا يكون التعويض دائما إلا بعد استفاء الحق. طب واحد مسجون بقضية ظلم، شعرف له أنه مظلوم، بدنا نعوضه. ما بنعوض المسجون عن قضية الظلم إلا بعد أن يأخذ إيش؟ حقه وحريته. إذن الحق التعويضي لا يكون إلا بعد العودة، وقبل العودة هو ضرب من الخيانة الأصل ما نحكي عنه ولا اسمع حد يحكي عنه. هلأ بديش أخذ تعويض كل مال الدنيا ما بعوض، موضوع تاني، هو حقك بدك تتنازل عنه بتتنازل عنه. وبالمناسبة حق التعويض أو حق العودة ما في حد بتنازل عنه إلا نفسه. جهاد بتقول أنا كصاحبة هوية أردنية ذات أصول فلسطينية غير لاجئة، هل يحق لي أن أعود إلى أرض القانون؟ نعم، إليك حق، أنت لاجئة. ليش أنت غير لاجئة يا سيدتي؟ أنا كصاحبة هوية أردنية وذات أصول فلسطينية، إذا أنت لاجئة. إذا بالمفهوم اللي طرحناه اليوم، أنت يا جهاد ما بتقدر ترجع فلسطين فأنت لاجئة. طبعا الاستاذ نوار ثابت، احنا مشكلتنا مع بريطانيا مشكلة أزلية، مشكلة طويلة، بدأت في وعد بالفور، وبدأت في إرهاصات ما قبل وعد بالفور وانتهت لليوم. والأسبوع الماضي القرار اللي هو تجريب المقاومة، بالمناسبة قرار تجريب المقاومة اللي طلع هو مؤذي للفلسطينيين بغض النظر حركة حماس ولا الجهاد ولا أي مقاومة. أي تجريب للمقاومة هو تقويض لحق الفلسطيني في المقاومة، وهذا هذا 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 منكر. فبريطانيا هي المجرمة، البريطانيا هي الأب المجرم، هي أم الإجرام بالحقيقة، وهي دولة ماكرة. بالمناسبة البريطانيين ماكرين جدا منذ الأزل، مش في اليوم يعني. طبعا بتعرفوا أنت بالقانون عند التعويض، إذا معك يا هوية في أردنية، إذا معك هوية وبتقدر تروحي على فلسطين وأنت من الضفة الغربية أصلاً، من الخليل أو من نابلس أو من عصيرة أو من طول كرم أو من جنين، هذا بلدك الأصلية، فأنت لست لاجئة. نرجع التعويض، القانون الدولي بيقول لك الأصل إذا حدث تغيير في أي مغتصبة أو مغتصب أن ترجع إلى مكان عليه. إذا قدرت ترجع إلى مكان عليه مشكور، ما رجعت لما كان عليه، إذن بدك تحاول تعالج كل الآثار الناتجة عن هذا الاعتداء. وهنا يتم حق التعويض. هنا في أسئلة وأجوبة بعضكم ذكر منها بعض الأمثلة أثناء الحديث. السؤال الأول، هل حق التعويض يلغي حق العودة؟ طبعا لا، حق العودة ثابت وحق التعويض ثابتان، لكن إحنا بالنسبة لنا نقول أن بينهما تراضي توافقية، تراتبية، العودة ثم التعويض، لا هذا يلغي هذا ولا هذا يلغي هذا، لكن لا يقبل التعويض بدون عودة. هل حق العودة فردي ولا جماعي؟ أنا حكيت الحقوق الثلاثة، فردية وجماعية. شو معنى فردية وجماعية؟ إنه كل واحد فينا هالموجودين له الحق الفردي لحالي وله حق الجماعي. لحظة، شو معنى حق فردي؟ حق فردي يعني ما يستطيع حد يتنازل فيكم. يعني مين مثلا يا أريج، الآن افرضي يا أريج إنك إلك علي أنت 1000 دينار أو 1000 دولار، أريج إلى علي 1000 دولار، مش تقول هي وتشاهد الجماعة والطالبيني، بس مثلاً يا أريج إلك علي 1000 دينار، أجا أبوك يا أريج قال محمد مسامحك بالألف دينار على بنتي، قلت له بابا ليش تسامحه؟ تجيه الطالبيني بقول لك أبوك سامحني، تقول لي عفواً أبوي ما إله دخل، هذا لا أريج مش لا أبو أريج. بس بالمناسبة أنت بتحرجي نفسك مع أبوك وبتحرجي حالك وبتحرجينا، لكن حقك ما بضيع، لأنه المال لا يا لا الحقوق الشخصية الذاتية لا ينوب عنها لا الأب ولا الأخ ولا الإبن إلا إذا كان قاصرا. أما الإنسان المكلف البالغ العاقل المحاكم قانونيا فهو المسؤول عن أمواله، ذمة مالية مستقلة. أحسنت يا شروق. عشان هيك السؤال بيطرحوه دائما،
انه لو السلطه الوطنيه الفلسطينيه او رئيس السلطه الوطنيه الفلسطينيه وقعت اتفاقيه مع اليهود على الغاء حق العوده، هل يلغى؟ لا لا يلغى يا اخي. رئيسك صحيح، توقيع رئيسي او سلطتي يضعفه لكن لا يسقطه، زي اريج وابوها. لما اريج تيجي تطالب بابوها رغم انه ابوها قال لي مسامحك وتيجي تطالب، عيب عليك. طب هو ابوك يسامح؟ لا ما لي دخل. واحنا هذا شيء. طب يا اختي وقعتوا، رئيسكم وقع، شو لكم دخل؟ اذا لا يستطيع حق العوده يا اخواننا ان يسقط حق العوده زي الدين $1000 تبعت اريج. ما بيستطيع حد ياخذ تخلي اريج تسامح لي في فلوسها. لو تنازل كل الدنيا وانت ما تنازلتش ملك. عشان هيك تتذكروا المفوضيه شؤون اللاجئين قبل عده سنوات لما بدات تسكن او توطن اللاجئين الفلسطينيين اللي لجؤوا من العراق الى المخيمات الصحراويه، اذا تتذكروا فيها المخيمات الصحراويه الوليد وغيره اللي كانت في 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 سوريا، لما سكنتهم طلبت من البعض يوقع على التنازع عن حق العوده، رفضوا النتف والوليد والهول وغيره. صحيح رفضوا البعض يوقع، لا ما بوقع، الحق الفردي لا يسقط الا حضرتك. عشان هيك القانونيين لما تروح تسوي وكاله في المحكمه او وكاله عند كاتب العدل يقول لك انتبه، ترى هاي وكاله خطيره، هذا معناته يتحكم، خاصه الوكاله العامه. هل حق العوده يورث؟ نعم، حق العوده زي $1000 تبعت اريج يورث للاب والابن، وابدا ابدا ما في مشكله. اذا مت انا حق اولادي، لانه هذا حق يتعلق باموال الي، حقي الشخصي يورث. نعم يورث. هل يسقط بحق اللاجئ بالتقادم؟ طبعا لا يسقط بالتقادم. القضايا تسقط بالتقادم هي القضايا البسيطه، وحده دايرة بنجرتها بكره جاهو ما رجعتوش، واحد اخذ رطل سكر من الدكان وبعد 20 سنه 30 سنه بسقط. بس هذا جماعه وطن، هاي ارض راح، ما بتسقط بالتقادم. هل تسقط اي قرارات لأم اي منظمه دوليه؟ ولا منظمه دوليه ولا عربيه ولا محليه ولا اجنبيه ولا حد في الدنيا بيسقط حقك ولا شيء الا انت. طيب بدي اخذ بعض الشبهات، افتراءات ورد حول حق العوده. في كثير كلام صار، انا بدي اخذ انا فرتين. الفرية الأولى قالوا إنه الفلسطينيين هم لم يجبروا على ترك المدن والقرى ولم يفعلوا ذلك نتيجة العمليات الترويعية اللي عملوها الصهاينة أبدا، إنما تركوها بأمر من القادة العرب. وطلعوا إشاعة إنه القادة العرب في 48 نادوا سلموا اخرجوا اتركوا دياركم، وقالوا هذا الكلام. والفرية الثانية قالوا إن الدول العربية التي راح إلى الفلسطينيين كان أصل الدول العربية توطنهم، بس هم ما وطنوهم، فالحق على الدول، ولا هم الاصل كانوا يستوعبوهم، وافتكينا من القضيه. الفريه الاولى، لا يا اخي، الفلسطيني لم يجبر ابدا، لم يخرج باختياره ولم يخرج نداءات العربيه، انما خرج بالعمليات العسكريه الصهيونيه اللي بدات فيها العصابات الصهيونيه التي صارت فيما بعد جيش الدفاع الصهيوني سنه 47 48 49 50 51 52 53، وقبل ذلك أعمال عصابات قبل ذلك. الباحث الفلسطيني نور الدين مصالح عمل دراسة حلل الخطاب الصهيوني ورجع للمذكرات ورجع لكل فوجد أن العقلية الصهيونية منذ 1897 ل 1948 وهي تدعو إلى تطهير عرقي وإلى إخراج العرب من فلسطين. وهذا المعاق هرتزل قال يجب أن تتم عملية طرد الفلسطينيين والتخلص منهم بحذر وسرية. فهذا من أول قاعد معترف فيك أنه في فلسطين وبده يتخلص منه. اثنين، لو فرضنا جدلا على سبيل النقاش وجود أوامر من أحد القادة أو من بعض القادة العرب بإخلاء فلسطين والقرى والموادن، فهذا لا يؤثر على حق العودة. الملفات الإسرائيلية اللي فتحوها المؤرخين الجدد وجدوا 89% من القرى قد هجرت بسبب أعمال عسكرية و10% بسبب الحرب النفسية، واحد فقط إنه الأهالي لحالهم طلعوا 1%. هذه الطريقة سواء من العرب دعوهم ولا طلعوا لحالهم ولا طلعوا بأي سبب كان لا تنفي حقك، حقك موجود ولا ينفع، بس اليهود كذبوا. طيب أهل الدول العربية قال لو الأردن مثلا ولبنان وسوريا استوعب اللاجئون من البداية وخرطوهم في مجتمعاتهم وما عيشون في المخيمات وما أعطاهم مش أنوروا وصاروا أردنيين ولبنانيين وسوريين كان ما عندنا مشكلة وراحت. يا حبيبي سواء هم
كانوا ولا ما كانوش، قالوا ولا ما قالوش، كل كلام فاضي. أنا بالنسبة لي أنت طلعت من بلدك صح؟ نعم. إذا طلعت من بلدك يا سيد العزيز حقك ترجع. هو أعطاك جنسية، عيشك بمخيم، ضربك، كرمك، عززك، ما ضربكش، ما لك دخل. إذن هذا الكلام لا يؤثر على الحق. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الجامعة العربية العتيدة المحترمة. كيف عملت الجامعة اللاجئين الفلسطينيين؟ يا أيها الكرام، بغض النظر عن موقف من الجامعة العربية وتأسيس الجامعة العربية فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين، فإن الكلام المكتوب والمنطوق من الجامعة العربية كان مميزا، وختم فيما عرف فيما بعد في بروتوكول الدار البيضاء سنة 1965. يا الله ما أحسن هاي صورته، بروتوكول الدار البيضاء سنة 1965، وكان قبله باتفاقية 52، أعطى للاجئ الفلسطيني حق ممارسة النشاط الاقتصادي، الحق في الخروج والعودة وقت ما بدك تدخل وبتطلع، وأعطاهم كمان الحق في الإقامة للمدة مرخص بها، تقعد وين ما بدك قد ما بدك، ومعاك وثيقة سفر موحدة بتوديك وبتجيبك، ومعاملتك مع معاملة ابن البلد، يعني اللبناني زيه زي اللاجئ الفلسطيني في لبنان، والسوري زيه زي الفلسطيني في لبنان. وكمان أغلب الدول العربية لم تنفذ عليه، ولبنان هي الدولة الوحيدة اللي صادقت على هذا القرار. فعشان قلت لكم في البداية الكلام المنطوق جميل، المنطوق جميل. هذا بروتوكول يا رائد صراحة، صراحة لو بدنا نحكي كلام مهني، هذا بروتوكول مهم، وهذا خرج عن جامعة الدول العربية، وهذا في اجتماع قمة الدار البيضاء في 65. لكن تعرف أنت أخي رائد والإخوة القانونيين أن مثل هذه البروتوكولات بحاجة إلى إيداع، موافقات ثم إيداع عشان يدخل حيز التنفيذ. هذا لم ينفذ، وإحنا الدول العربية اعتبرت أي مساعدة تقدم للفلسطيني هي عبارة عن تعزيز للهجرة وتعزيز للبعد ولضيع فلسطين، فعيش الفلسطيني مقهورا في كل مكان للأسف. البروتوكول عايز اتفاق. البروتوكول هاي النص، استنادا الى ميثاق جامعة الدول العربية وملحق الخاص بفلسطين، والى قرار مجلس جامعة الدول العربية كذا كذا، والى قرار في دار البيضاء في اجتماعه في 10 سبتمبر 65 على الاحكام الاتية، ودعا الدول الاعضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعها موضوع التنفيذ. 1، مع الاحتفاظ بجنسية الفلسطينية يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي دولة كذا الحق في العمل والاستخدام أسوأ بالمواطنين، يعني زي المواطن، يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي كذا وكذا ما تقتضي مصلحتهم ذلك الحق في الخروج والعودة. وهو هلما صراحة 5 مواد تكتب بماء الذهب، لكن كلام. حكيت قبل شوية متى تزول صفة اللاجئ، قلنا تزول صفة اللاجئ يعني متى اللاجئ بطل لاجئ؟ 1، فقيت 51 قالت إذا استأنف باختياره الاستضلال بحماية بلده، يعني الفلسطيني السوري إذا رجع من تركيا أو من الأردن أو من لبنان أو من الدنمارك رجع إلى سوريا بطل لاجئ، تمام؟ أو إذا استعاد باختياره جنسياته بعد فقدانه، إذا كانت عنده جنسية مفقودة وصار بلا جنسية بعدين رجع جنسيته فهو إيش؟ بطل لاجئ. أو إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية الدولة، يعني السوري اللي خرج من سوريا إذا راح على السويد أو على ألمانيا وأخذ جنسية سويدية وألمانية ببطل لاجئ. ركزوا معي، هذا ببطل لاجئ بمعنى اللاجئ الذي يحتاج إلى الحماية من الفوضية السامية من UNHCR، ماشي؟ ببطل لاجئ يحتاج إلى حماية، وهذا غير يعني لا يتعلق باللاجئ الفلسطيني. الحماية المقصودة اللي بتقدمها الأمم المتحدة للاجئ تنتهي. ليش تنتهي؟ لأنك بطلت لاجئ وأخذت جنسية. أما الفلسطيني يا أستاذ إيمان لا، الوضع بيختلف. ليش؟ لأن الفلسطيني جنسيته فلسطيني، ولا يستطيع أحد أن يلغي هذه الفلسطينية عنه. بالمناسبة حتى الاحتلال ما استطاع يلغي فلسطينية الفلسطيني. طيب
يعني شو الجنسية الفلسطيني؟ مو ما شاء الله عندنا جواز سلطة فلسطينية برقم وطني، جواز سلطة بدون رقم وطني، عندنا جواز أردني مؤقت وعندنا جواز أردني دائم، عندنا وثيقة سورية، عندنا وثيقة عراقية، عندنا وثيقة ليبية، عندنا وثيقة يمنية، عندنا في كمان إيش نسيت وثائق نسيتها؟ ما شاء الله مهرجان من الوثائق الفلسطينية للفلسطينيين. هلا في اتفاقية 54 تسمعوا فيها؟ أستاذ إنعام باختصار، الفلسطيني العايش في فلسطين وعنده هوية فلسطينية بياخد جواز فلسطيني مع رقم وطني. الفلسطيني العايش في سوريا ولبنان بأي دولة وما عندوش هوية فلسطينية، ما عندوش رقم هوية، بياخد جواز فلسطيني بدون رقم وطني إذا حنت عليه السفارة وأعطيها. نرجع هون عشان بس هذه النقطة يا أستاذ ميسام نوضحها شوية فيما يتعلق بالفلسطينيين. أنا بالنسبة لي لا أسمى عديم الجنسية من جهة حتى لو معي جنسية. حلل لي إياها كيف يعني؟ اتفاقية 54 معنا اتفاقية اسمها اتفاقية عديم الجنسية بال 54 وهي من الاتفاقيات المهمة وإلها بروتوكول في بعد واتفاقية في بعد لتعزيز التقليل من عديم الجنسية. يعني من حقوق الإنسان أن يكون لك جنسية، فإذا ما عندك جنسية لازم تعالج. قالت عديم الجنسية هو شخص لا تعتبره أي دولة مواطنا بموجب قانونها النافذ. يعني عديم الجنسية شخص تعتبره لا ما عنده أي دولة تعترف فيه مواطن، ما عندوش أي دولة بتعترف فيه كمواطن أو ليس له حقوق المواطنة في أي دولة، ومنها واللي وافقوا عليه جماعتنا ليبيا وتونس والجزائر. طيب شو اتفاقية عديم الجنسية؟ اتفاقية عديم الجنسية سنة 54 نصت على مجموعة من الكلام، مجموعة من القضايا، لكن للأسف هذه الاتفاقية جاءت كاتفاقية 51. يا أخي والله الأمم المتحدة بتلعب، والله الجماعة يا جماعة خير بيلعبوا لعب خطير، يا الله شو بيلعبوا لعب خطير. أجوا على الفقرة المادة رقم 1 تعريف عدف، جاءوا الفقرة 2 لا تنطبق هذه الاتفاقية على مين؟ على الأشخاص الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالة من وكالاتها غير مفوضية الأمم المتحدة تسمى لشؤون اللاجئين. يعني هذه الاتفاقية تنطبق على كل الدنيا على كل إلا الفلسطيني، إلا إيش؟ الفلسطين. يعني حتى حبايبي اتفاقية عديم الجنسية شالوك منها لأنك أنت ما بتدفع لولاية الأمم المتحدة. وصراحة هذا لعب، هل هو لعب مقصود ولا مش مقصود؟ والله يا أخواننا الواحد ما هو داري. طيب هل يتمتع اللاجئون الفلسطينيون باتفاقية الأمم المتحدة لعديم الجنسية؟ 1 إذا لم نكن متمتعين بجنسيتنا الفلسطينية فإننا ننتفع بها، لكن ما إحنا أصلاً ما مش منتفعين فيها ولا بالواحد وخمسين. 2 استثنت الفلسطينيين كما هو الأنوروا، عدد أطراف الوقعة قليل. طيب بدنا نحكي عن جنسية اللاجئ الفلسطيني. يا جماعة خذوا هاي المسألة وخلوها على إخواننا كالحلق في ودانكم، والله هيك بتحسي يا أستاذة مريم. للأسف اللاجئ الفلسطيني كان فلسطينيا قبل الانتداب وقبل الكيان الصهيوني، وكان من رعايا الدولة العثمانية، وكانت هذه المنطقة معروفة بفلسطين، المنطقة بغض النظر الحدود زائد ناقص، لكن هذه فلسطين، وهو كان يتمتع بجنسية هذه البلد. رقم 1 إذا أنت قبله. رقم 2 بعد زوال الدولة العثمانية وقبل الانتداب أصبح الفلسطيني فلسطينيا بموجب اتفاقية لوزان اللي قسمت ورثة الدولة العثمانية. الأمر الثالث بعد الانتداب البريطاني صك البريطانيون قانون الجنسية الفلسطينية وسموه قانون الجنسية الإيش؟ الفلسطينية، وكانت يصرف لك جواز عبارة عن مواطن فلسطيني، مكتوب لك في الجواز البريطاني جنسيتك فلسطين، فأنت بفق قانون الجنسية سنة 25 أنت فلسطيني. الذي أصر الاحتلال بعد قيام كيانه بشطب
قانون الجنسية الفلسطيني تبع الانتداب. لا بحكي، ما بحكي انه القانون واو ملائكي، بس القانون اعترف بفلسطينيتي واعتبرني فلسطيني، فكل فلسطيني كان يعيش في فلسطين في تلك الوقت هو كان فلسطينيا. تمام. الجنسية أيها الإخوة فيها جزء مادي وجزء معنوي. الجنسية مرتبطة بوجود دولة تحدد الحقوق والواجبات، وبانتظار الدولة يبقى الفلسطينيون فلسطيني الهوية والانتماء حتى لو يكن لم يكن لديه جنسية. ثم إذا اكتسب الفلسطيني جنسية 2، 3، 4، 10، افرض أنا صار عندي 5-6 جوازات ما شاء الله تبارك الله وجنسيات، لا يعتبر ذلك نقيضا لفلسطينيتك، فأنت تبقى فلسطيني لأنك مرتبط بهذه الأرض بعشرات بل بمئات الأدلة. واحدة من الأدلة يا سيدي وجودك أيام انتداب، واحدة من الأدلة وجود أهلك، واحدة من الأدلة وجودك في سجلات المحاكم الشرعية. صراحة الأدلة كثيرة جدا. هل في أوروبا، اللي بسأل السؤال، في أوروبا يا إخوانا الكرام بعض الدول زي السويد وزي ألمانيا طبقت على الفلسطيني عديم الجنسية واعتبرت وثيقة السفر العراقية أو السورية أو اللبنانية أو الليبية أو المصرية لم تعتبرها جنسية، فعشان هيك بسرعوا معاملات الفلسطينيين في الحصول على جنسية لأنهم عديمو الجنسية وطبقوا عليهم قرار 54. هذا من جهة مقبول وصحيح، لكن من جهة أخرى فإن الفلسطيني هو فلسطيني حتى لو تم اعتباره إجرائيا عديم الجنسية. واضح النقطة هاي؟ ما هو أنا صراحة يا محمد نفسي أعرف مين اللي ضحك علينا وحكينا له هو الشاهد الوحيد. يعني محمد بدي أسألك سؤال، بالله عليكم الكلام هذا أنا بقرني كثير لما يطلع لي واحد بتفاجأ مرات كاتب لي بكون دكتور ولا أكاديمي الأونور وهي الشاهد الوحيد. يا أخي مين الشاهد الوحيد؟ طيب الشاهد الوحيد مات، قررت أمريكا الآن والقوى العظمى شطب الأونور، يعني ما طلنا ناجين. طيب يا سيدي وجود 19 أو 20 مخيم بالضفة الغربية، هاي المخيمات مش دليل لجوء؟ وجود مخيمات في لبنان مش دليل لجوء؟ وجود العائلة مقطعة، أبوك في لبنان وأخوك في سوريا وعمتك في كندا، والله أنا بعرف عائلات 30 أماكن مكان موجود الأولاد يا جماعة الخير. أنا شخصي بحكي قدامكم، أنا عايش بقطر، موجود هلا بتركيا، ابني بدرس بتركيا، بنتي بتدرس بعمان، بنات التنتين متجوزات في الأردن. مصيبة الدنيا وأهلي في الخليل. فشوف أنت بتحكي عن الناس من أقل الناس ضررا وأثرا. فبالتالي كلام فاضي أن الأونروا شاهد وحيد. لا شك بالنسبة لي أن الأونروا شاهد أممي، ولا شك أن الأونروا عندها داتا لستة مليون لاجئ فلسطيني، ولا شك لدي أن الأونروا تلعب بالبيانات. وبدي أعطيكم دليل وتنكر الأونروا الكلام اللي أحكي لكم إياه. لو تتراجع سجلات 2000 احصاءات العدد اللاجئين الفلسطينيين في الاردن مسجلين بالانوروا 2010 2011 كانوا 2 مليون واحد او 2 مليون و4 بالعشره مليون و400 الف. لو ترجع الان بعد 11 سنه و10 سنين عددهم بتلاقيهم 1,400,000. افا ما بيزيدوا يا جماعه؟ لا، في لعبه سياسيه في الانوروا صارت تخبي تلعب بالاعداد. انا بالنسبه لي هذا عندي يقين، لكن انا متيقن ان الانوروا عندها داتا ل 6 مليون فلسطيني. أتمنى في يوم من الأيام الحصول على هذه الداتا، أتمنى أن يفرج عن هذه الداتا وتصير متاحة لكل العالم، مش سرية في أدراج الأونروا. عشانك أنا بقول من استطاع أن يحصل على هذه البيانات من الأونروا بأي طريقة كان فليفعل، لأن الأونروا مخبية الداتا تبعتنا وخليتها داتا سرية. إذا استفزتني كلمتك يا محمد أن الأونروا شاهد وحيد، الأونروا مش شاهد وحيد. الأستاذ رائد، خلينا نشوف ما كلام الأستاذ رائد. لحظة الأستاذ رائد لاحظنا هنا يا جماعة إيش هذا؟ طيب خلي رائد، أنا قربت أخلص، برجع الكلام مرة ثانية. حكينا اللاجئ الفلسطيني مش عديم جنسية، حكيناها. حكينا طيب إحنا بالنسبة إن الضفة الغربية وغزة في القانون الدولي محتلات، صحيح؟
إذا الأرض فلسطينية، إذا أنت إيش؟ فلسطيني، واللي هي أرض فلسطينية وأنت من نيكاراغوا. واضح الفكرة؟ أختم بأهم القرارات الدولية المتعلقة باللاجئ الفلسطيني، يكفينا لحاله قرار 194-132 مرة تم التأكيد عليه. هذه مجموعة من القرارات، قرار الجمعية العمومية 302 اللي هو تأسيس لنروة، 207، يعني هذه مجموعة من القرارات، وفي غيرها كثير من القرارات التي تحدثت عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. الله يعطيكم ألف عافية، وسامحوني طولت عليكم، ولا أوف ساعتين إلا ربع، والله ما انتبهت يا جماعة كيف مر الوقت. طيب بدي أخذ بعض الأسئلة وأشوف. طب ممكن يا جماعة خير الأسئلة، أول شيء إذا حد حاب يحكي أو يعلق ممكن عبير تعطي صوت لو سمحتم، إذا حاب يحكي أو يعلق أو في مداخلة ما عندي مشكلة بقبلها. طيب الفلسطيني في أوروبا يعتبر عديم الجنسية، قلت لكم هل يؤثر؟ لا لا يؤثر أبدا، خروح وخذ لك 50 جنسية في أوروبا. الأونور وليست اللاجئ الوحيد، هذه كذبة كبيرة، اسم الأونور واللاجئ الوحيد. ليش جدك مش لاجئ وحيد؟ الوثائق اللي عند أبوك مش واثق وحيد؟ رخصة اللي طلب فيها رخصة إنه يبيع على عربية، واحد في كنت أقرب وثائق بيت دراس الأسبوع الماضي، أقرب وثائق بيت دراس، واحد طالب يعمر بيته وعنده وثيقة بذلك، شو هاي؟ مش 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 شاهد؟ كل اللاجئين عديم الجنسية، إذا قصدت فيها يا أخي الكريم عديم الجنسية إنك ما عندك جنسية وثائق صحيح، أما إذا قصدت فيها إنك أنت مجهول الجنسية بدون، زي تبعون اللي بالكويت، لا إحنا مش بدون، إحنا فلسطينيين جنسيتنا فلسطينية. واضح يا جماعة بدنا نركز على بالحالتين، تمام؟ السؤال هذا مش عاجبني، هل يمكن تسريع ومنح اللاجئين جنسيات في دول أوروبا يكون تمهيدا لإعادة توطينهم وإنهاء صفة اللجوء؟ لا عاجبني السؤال، عاجبني صفة اللجوء عنهم باتفاق مع الاحتلال والاتحاد الأوروبي. الموضوع مش بسيط ومش سهل، ولو صار ما بحل المشكلة ولا بنهيها، ولا مستعدة أوروبا تخلص مع الأمم المتحدة تجنيس جماعي، ولا الفلسطينيين برضو على التجنيس الجماعي. أنا مع أي فلسطيني ياخذ أي جنسية، لكن مش مع إن نحمل كل الفلسطينيين في الأردن وتعالوا برا ناخذكم على أمريكا وعلى كندا ونعطيكم حل نهائي وتاخذوا جنسيات، وإن كان هذا ليسقط حقك لكن لازم نحن ما نكون معه صراحة، لازم ما نكونش معه. لاحظنا دائما هناك ثغرات ونواقض وخلل في التعريفات والقرارات وكل مفردات القانون الصادر بشأن اللاجئ الفلسطيني وتلاعب بنا أيضا نحن، وما هو الحائط القانون القوي والقابل للتنفيذ؟ نتمنى أن تعطينا رأيك دكتور. يا أستاذ رائد يعطيك العافية، أستاذ رائد أنت تعرف أن النصوص القانونية نصوص متعوب عليها ونصوص مدروسة بعناية، يعني قرار 194 مش أجب بفراغ، يجب أو يتوجب أو يوجب السماح، مش قادرا صارت هيك في أقرب وقت ممكن، مش قادرا، بقول لك كلمات وعد بالفور رجعت 70 مرة، تراجع تراجع تراجع. فبالتالي والحس القانوني بقول بالقانون كل كلمة إلها معنى، كل حرف شفت في تعريف الأونروا كلمة واو أو، لازم يكون خسر بيته ومورد رزقه، ما قال أو، يعني لازم يكون خسرت اثنين عشان تكون لاجئ، فالحرف في فهذه عبارات صيغة بقوة طبعا، وهو بصياغتها راح لارتكاب أخف الضرر، رغم ذلك هي شاهد هذه العبارات. بالمناسبة أنا عندي قرار 194 بعودة اللاجئين أقوى من الأونروا، ما هي الأونروا أصلا أسست تبعا لقرار 194 يا جماعة، وقلوا أسست لتنفذها. تمام، محاضرة قيمة جيد، شكرا يعطيكم العافية، والله الصوت من عندي ممتاز يا أستاذة، ما أدري يا أستاذ. نعم، في حد يا جماعة عنده في حد عنده مداخلة؟ في لحظة بس أخي، هون بتسأل أنت بتقول لي لماذا الفلسطيني إذا أخذ جنسية بسقط عنه اللجوء؟ قلت لكم فرقه بين ثنتين، فرقه بين اللاجئ الذي يحتاج إلى حماية لما يأخذ جنسية ويستقر، يعني الفلسطيني اللي راح بالسويد وأخذ جنسية سويدية ما صار مهدد بالخطر،
ولا خايف على حياته، عنده جواز وعنده بيت ومحترم، لكن هذا ما أسقط جنسيته وهويته الفلسطينية ولا حق عودته. تمام؟ فتسقط مع أنه كلمة لاجئ بمعنى الحماية، لكن لا يسقط عنه حقه. الله يعافيك يا أستاذ نور أو نوار ثابت أو نور ثابت، حياك الله، بتشرف يا أستاذ أو أستاذ أمير بأي وقت، أنا جاهز، حياكم الله. دكتور معنا أستاذ محمد عنده سؤال. تفضل يا أستاذ محمد. يسعد فضلك، يعطيك العافية دكتور. هلا وغلا ألف. الله يسعدك، محمد مطر من غزة بيحكي معك. والنعم بغزة وأهل غزة يا سيدي. الله يسعدكم يا رب، حياكم الله. دكتور، ثلاث نقاط سريعة في موضوع اللي هو سرقة التراث الفلسطيني الآن من قبل الاحتلال الصهيوني وادعاء أنه هذا تراث إسرائيلي خالص. الأمر الثاني في موضوع أنه بعض الفلسطينيين اللاجئين يتخوفوا من قضية عدم وجود وثائق تثبت ملكيتهم للأرض. نعم. مش موضوع جنسية، موضوع امتلاكهم للأرض يعني. مع الزمن بتاعت دكتور بيفقدوا هذه الأوراق. الأمر الثالث والأخير أنه في يهود كانوا مع الشعب الفلسطيني سكان هذه الأرض، ومدى دقة هذا الأمر لا أعلم، أنهم يدعوا أنهم فلسطينيون كأصحاب جنسية فلسطينية وهم يهود الأصل. حياكم الله دكتور. تمام، سريعا حاجة وهم إذا نسيت واحد ردي واحد. أبدأ الأخير، في يهود كانوا في فلسطين، طبعا في يهود كانوا عايشين في فلسطين، أقلية فلسطينية كانت 1900 واحد لواحد ونصف المية، بعدين صاروا 3%، بعدين صاروا 6%. هذول أشو تعرف فلسطين حيفا ويافا وعكا وفلسطين التاريخية، فلسطين 48 خاصة الساحل كانت قبلة الدنيا، كانت دبي اليوم، كان يأتي السعودي والأردني والسوري واللبناني والعراقي ويأتون من كل بلاد الدنيا ليعملوا في فلسطين ويعملوا في ميناء حيفا ويافا. فأجا يهود وأجوا اشتغلوا وعملوا مزارعين وعاشوا هناك، وأنا قرأت في تاريخ بعض القرى الفلسطينية أن الجار كان للجار، وأن الصهاينة والعصابات الصهيونية لما هجمت على القرية جاء الجار اليهودي ودافع عن الفلسطينيين، وأن في بعض الثورات الفلسطينية مثل الثورة اللي صارت في الخليل إنه بعض النساء الفلسطينيات حمت بعض جيران اليهود من الثوار لكثرة العلاقة الحميمية كانت بين هؤلاء الناس. ففي يهود كانوا عايشين في الناس حياة طبيعية، وبعضهم كما قلت لجأ وتسجل 70 يهودي لاجئ، وهذا عاش وعنده أرض، والأرض هاي شراها تملكها أخذها من مزارع ثاني إلى غير ذلك. فهذا كان موجود وكان في 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 عايش في ملك الدولة العثمانية، ولا تستطيع أن تنكر إنه هذا اليهودي كان عايش، لكن لا تستطيع أن تثبت إنه هذا اليهودي هو صاحب الأرض وأنت الأجنبي. لما كنت 99% من السكان 1% يهودي وبعدين أنت صرت صاحب الأرض، هذه واحدة. الثانية سرقة التراث. يا إخواننا الكيان الصهيوني دولة بلا تاريخ ودولة بلا جذور. لأجل ذلك يمكن أنا حكيت بعرفش بعضكم سمعين مني في لقاء سابق عن حجم الأبحاث التوراتية العظيمة التي بدأت القرن الثامن عشر أيام الدولة العثمانية في فلسطين لإثبات الحق الديني عند اليهود. بالمناسبة الآن في الأمم المتحدة وفي اليونسكو صفر صفر موقع من القدس مسجل باسم اليهود أو إنه تراث يهودي. فبالتالي هو دولة بلا جذور. فاللي ما عنده جذور شو يسوي يا جماعة؟ أخي محمد بده يسرق جذر، بده يدور جذر، بده يجيب جذر من هون. لذلك هم يسرقون التراث ويسرقون اللبس ويسرقون الأكل ويسرقون كل شيء. فبالتالي هو سرق الأرض يا أخي الكريم. يعني بالله عليك، بالله عليك، اللي 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 سرق المدرسة كلها بدوش يسرق ضوء عشان يضوي المدرسة؟ طب ما هو سرق المدرسة واغتصبها كلها، هو اغتصب الأرض بدوش يسرق التراث وبيسرق كل شيء. الأمر الثالث ذكرته أخي الكريم بخصوص الإثبات. معركة الإثبات يا إخواننا معركة قانونية خطيرة ومعركة قانونية كبيرة. إذا وصلنا إنه اللي بثبت فلسطينيته فلسطيني، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة أنا أتمنى نصلها. إذا صار خلاف بيننا وبين اليهود إنه اللي بثبت ملكيته فلسطيني، تعال يا سيدي نثبت ملكيتنا. شوف الشاهد الأمم الوحيدة عليكم الأونروا، خلينا منه. أنا من وين؟ من دار عمر. أهلي وين؟ في الخليل وفي دورة، وجزء منهم هاجروا إلى بين نعيم، وجزء هاجر إلى جنين ونابلس، هاي عائلتنا. طب أنا بقرب لهم بقرب لهم مش؟ أنا اسمي محمد ياسر محمود حماد فياء الجد الرابع والخامس نعم تمام، إذن هاي العائلة ثبتت. هذا واحد. اثنين، أهلي وين عايشين؟ ثلاثة، جدي تاريخه وين عاش؟ أربعة، أقران أنا ابن قرية دورة أصلا. دورة مين فيها؟ ما معروف العائلات اللي فيها. فعندك أخي عشرات الأدلة ممكن أنت تثبتها بعيدة عن الشاهد الأممي. إضافة إلى الشاهد الأممي
اللي هو حياك الله استاذ اسمعان، حياك الله. اقصد يا استاذ افيا، يعني حتى انت من الظهريه، والظهريه معروفه، اقصد في ذلك انه عندك عشرات الادله اللي ممكن تثبت هذه المساله. ابوك وين طلع وكيف طلع؟ طب جدك وين طلع وكيف طلع؟ وين درس؟ وين درس؟ في اي مكان؟ بدور بالصحف، بسجلات المحاكم العثمانيه، بسجلات الاراضي ودوائر الاراضي، بسجلات الزواجات، عقود الزواجات في الضفه الغربيه في القدس ايام الدوله العثمانيه. تفضل فلان تزوج فلان مهر 300 كيلو شعير، مكان شخول كيلو، قنطار شعير وقنطار قمح الى غير ذلك. اقصد حتى لو كبار السن اخي الكريم، انا بالنسبه لي اتمنى ان نصل الى هذه المرحله، وهي مرحله اثبات القانونية والحقوقية، فإنهم سيدخلون في معركة كبيرة لا آخر ولا نهاية لها. وهنا بالمناسبة، رغم أنا حقدي على الأونروا ورغم حقدي على أنها الشاهد الأم الوحيد، لكني دائما أدعو الشباب اللي بعرفهم والطلاب اللي بعرفهم أنه اللي أبوه مسجل أو جده أو عمه مسجل لاجئ من الأونروا أن يذهبوا يسجلوا ويحصلوا على كرت الأونروا، لأنه هذا الكرت في الآخر هو كرت من مؤسسة معترف فيها من الأمم المتحدة في ظل إغلاق الأونروا على 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 حساباتها وعلى بياناتها الموجوده عندهم. ان شاء الله اني اكون اجبت. في سؤال ثاني؟ استاذ حليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله استاذ حليم. هديل من عمان. هديل، اهلا وسهلا يا استاذ هديل. هديل ايش؟ هديل ابو الروس. اهلا وسهلا بك استاذ هديل، حياك الله. اهلا بك دكتور. دكتور لو سمحت لي أنا بدي أرجعك على النقطة الأولى لما بدأنا نتكلم عن أهمية القانون الدولي. تفضلي. أنا مش مختصة بالقانون الدولي، أنا مختصة بالتربية، لكن من خلال ما درست في المحاضرات في هذا الدبلوم، في دبلوم الدراسات الفلسطينية، وجدت إنه الكثير من الاتفاقيات أو القرارات كانت وإن كان لفظياً قد تساعد القضية الفلسطينية، قد تؤيدها في بعض الجوانب، لكنها فعلياً لم تدخل حيز التنفيذ، والكيان الصهيوني يضرب بها عرض الحائط. إذن أعود للسؤال الذي أنت طرحته علينا في البداية، لماذا أدرس القانون الدولي؟ هل أنت فعلا متفائل بأن القانون الدولي سيخدم يوما القضية الفلسطينية؟ هل هناك مثال تعطيني على أن القانون الدولي خدمني أنا كفلسطيني، أنا كهديل، في يوم من الأيام في موقف تاريخي معين؟ طيب تمام. شوفي، قال وعد من الحي القيوم عرش الظلم ما بدهم، رقم واحد. اثنين، الزمن دوار، كان اليوم لك بكرة عليك، إذا كنت اليوم منتصرا قد تكون غدا منهزما. الأمر الثالث، هذا الانحياز الطالب الموجود عند المتحكمين في القرار الدولي لا يعني أنه يطول. بمعنى آخر بدي أحكي لك إياه، أنه صدقيني يا أستاذ هديل، جزء من عدم نفاذية القانون وجزء من عدم مساعدة القانون لقضيتنا الفلسطينية هو ضعفنا الفلسطيني ثم ضعفنا العربي، ضعفنا الفلسطيني الداخلي وبيتنا الفلسطيني الداخلي المهدد والمنقسم والمتباعد والمتناحر، ثم ضعفنا العربي. بدي أعطيك مثال يا أستاذ هديل، أنت فلسطينية أردنية عايشة بالأردن، سمعت في جدار العزل صحيح؟ جدار الفلسطيني، جدار العزل سمعتي انه ارتفعت عليه قضيه في محكمه الدوله العدليه، محكمه العدل الدوليه في لاهاي، سمعتي؟ نعم. محكمه العدل الدوليه اللي ما بتقبلش قضايا من افراد، بتقبلش الا قضايا من دول. طب فلسطين مش دوله، مين رفع القضيه عليهم؟ تعرفي مين؟ الاردن. الاردن هي اللي رفعت قضيه على، احسنت يا افيا، هي رفعت قضيه على الكيان الصهيوني، على اسرائيل بين قوسين في محكمه العدل الدوليه، واخذت قرار بوجوب ازاله جدار الفصل العنصري. تخيلي الان لو كل دوله عربيه توقف موقف زي هذا في قضيه ما زي هاي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يا اريج قرار محكمه العدل الدوليه في لاهاي من افضل الاحكام ومن افضل القضايا التي تم الترافع عنها في قضايا المحاكم الدوليه اللي هي قضيه الجدار العازل. شو النتيجه؟ النتيجه ظل ماضي على الارض. ليش ضل ماضي على الأرض؟ لو عندي أنا قوة عربية تساندني بصير الوضع بيختلف، ولو عندي قوة داخلية فلسطينية تختلف. إحنا عندنا موضوع الاتفاقيات روما والانضمام لها ورقة بنضغط فيها عشان الإسرائيليين يقعدوا معنا، إذا قعدوا معنا بنوقف، إذا ما قعدوش معنا بنمشي. بالمعنى الآخر ما في يا أستاذ هديل إدارة فلسطينية حقيقية، تقديري يعني
بمقاضاه الجانب الصهيوني. عرفتي؟ بمعنى تمام دكتور، عندك حاله فلسطينيه ضعيفه، عندك وضع عربي ضعيف. زمان واحنا صغار كانت امي تقول الله يهديهم العرب، الحكومات العربيه والانظمه العربيه، ومرات كانت تقول الله يكسر جاههم. يكسر جاههم هذا مسبب عند الامهات، يمكن بعضكم بيعرفها. ليش؟ ليش يما؟ قال ما بيطلع منهم الا الشجب والاستنكار، نشجب نستنكر. احنا بنشوف كل المصائب اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني، خلينا نقول من 2000 لليوم، حتى الشجب والاستنكار بطلنا نسمعه. سمعتوا كم دوله، كم دوله عربيه استنكرت وشجبت ما بح يحدث في الشيخ جراح؟ ولا دوله. كم مره بان كيمون محترم افندي ولا اللي بعده ولا اللي قبله اعرب عن قلقه فيما حدث في الشيخ جراح وفيما حدث في 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 معركه في في مذبحه غزه الاخيره؟ ما حصل. اذا اللي بدي احكي لك اياه انه لا، احنا في عندنا، احنا سندنا. ما هو انت شو اللي بيقويك يا هديل؟ انت قوي باخوانك وابوك لانه هم سندك. فاذا اخوانك وابوك ضعفوا وتركوك لحالك فبضعف سندك. في تلك اللحظه سهل الاعتداء عليك، وهذا احنا اللي حصل معنا. احنا انه احنا كبيت فلسطيني سندنا الداخلي ضعيف، ثم كبيت عربي للاسف سندنا. والا والله انه احنا معنا، معنا رأي إنساني دولي قوي ورأي إنساني عربي قوي، معنا الإخوة العرب من المغرب وتونس والجزائر ومصر ولبنان وسوريا ومن كل بلاد الدنيا، ومعنا أحرار العالم في كل بلاد الدنيا، لكن سندنا ضعيف. وهذا لا يعني، بالمناسبة هذا لا يعني أننا نهمل هذا الجانب. كما قلت لك في البداية، خبراء القانون بيقول لا، لازم يكون في عندنا قتال قانوني، ولازم تحرج هذا الكيان، ولازم تضيقه وتضيق مساحاته، ولازم بدل ما يكون عندك أنت 100 ضابط يهودي ممنوع من السفر حول العالم، لازم يكون عندك 100,000، ولازم يكون عندك مليون، ولازم كل مستوطن يخاف يطلع ويتحرك برا. تفضلي. طيب هو دكتور هلا كلامك كله صحيح، لكن مثالي. لو قال مثالي صحيح تفضل، لو كان لو قال قائل انه اليس الاولى ان اوجه جهودي الى محاربه هذا العدو، الى ان ابني قوتي الفعليه، يعني بدل ما ان الهث عفوا للتعبير يعني وراء القانون والاتفاقيات وهي بالنهايه لا تنفذ ولا يعطيها اي اهميه هذا الكيان، ماذا ارد على هذا السؤال؟ يا سيتي وانت عندك يا 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 ابيض يا اسود، فيش عندكم اللون الرمادي والليلكي والبني والاحمر والبنفسجي؟ انا اقصد يا أنا بدي أعمل حرب وأقاتل، يا ما بدي أروح قانون. أنا قلت لك في البداية المقاومة الشاملة. شو المقاومة الشاملة؟ لو أجينا بدنا نقاتل كل الشعب الأردني حيعمل سلاح ويروح يقاتل، وكل الشعوب العربية هتقاتل. أنا أقصد ما هي المقاومة الشاملة؟ المقاومة الشاملة أن تناضل إعلاميا، وأن تناضل بالسوشيال ميديا، وأن تناضل سياسيا، وأن تناضل اقتصاديا، وأن تناضل بالكلمة. يا جماعة الكلمة، ال- 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 الإسلام اعتبر الكلمة جهاد. أن تناضل يا بنت الناس بالإشارة، يا هديل بالإشارة، بالعين. أن تناضل بالإشارة تقول هذا غلط إيه؟ لا، هذا نضال. ثم أن تناضل بالحجر، ثم تناضل بالزجاجة الحارقة، ثم تناضل بالبالون، ثم تناضل بالطيارات الشرعية، ثم تناضل بكل الوسائل بما فيها الوسائل العسكرية التي يضمن لك كمحتل تحت نظام المحتل، النظام والقانون الدولي يضمن لك أن تقاوم بكل ما تؤتي من قوة. وكل يناضل بما أوتي وما يستطيع. إذن أنا اللي أدعوه إنه إخواننا الخبراء القانونيين بيعرفوش يطخطخوا بسلاح، ولا بيعرفوا يضربوا حجار، ولا بيعرفوا يسووا شيء. هذول الجماعة ييجوا يشتغلوا في النضال القانوني أو النضال الفكري أو النضال السياسي أو النضال اللي بتعرفوا. في واحد حقير صاحب حساب صهيوني اسمه إيلي كوهين، هذا إلي كوهين متخصص بتغريدات تفرق الشعوب العربية، بتغريدات تقلب الناس. إحنا ما إحنا فرقين، وحالنا خربان، وحالنا مضروب بستين ضربة وضربة، ناقصنا يجي هذا فرق بيننا، فبروح يبث الإشاعات والكذب. زي مبارح إذا شفتم بقول اتفاقية الغاز تم الاتفاق عليها، وهي موقعة اتفاقية المية عفوا، بقول وتحدى مجلس النواب الأردني يطلع يحكي هيك هيك هيك. يا أخي شو لك دخل أنت؟ شو اللي مزعلك أنت؟ أنا مش ببالي إني بشرعن، مش بشرعن الاتفاقية، لا، أنا بقصد إنه قاعد يمارس نوع من أنواع التضليل والمقاومة المضادة لهيك. ليش في 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 نتكلم بالمفهوم الديني؟ في قصة سيدنا نوح عليه السلام، إيش قالوا له قومه؟ قالوا له ألم ننهك عن العالمين، بمعنى احنا نهيناك ولا لا؟ اول مره، ثاني مره، ثالث مره، ننهك فعل مضارع، يعني احنا مستمرين في نهيك،
فإذا هو قاعد يقاوم أدائك، وهاي اللي بسميها مقاومة المقاومة، هو قاعد يقاوم مقاومتك، فأنت مطلوب منك أن تقاوم بكل الطرق وكل الوسائل الممكنة المتاحة، مش المتاحة المشروعة من قبل المشرع، لا، المتاحة اللي أنت قادر توصل إلى. شكرا دكتور، يعني صار واضح قانونيا وسياسيا وإعلاميا، وإحنا بالأكاديمية شو بنسوي؟ نقاتل معرفيا، إحنا قاعدين نقاتل إيه؟ أكيد أكيد، لولا ذلك ما انتسبنا إليها يعني. بس هذه هي، فأقصد أنا إنه بتعرفي في 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 القواعد بيقولوا الحكم على الشيء فرع من تصوره، لا تستطيع أن تطالب حقك إذا لم تعرفه، وإحنا كانت إن رسالة في الأكاديمية نحو جيل يعرف حق، أول شيء لازم تعرف عشان تدافع عشان تقاتل. صحيح. الله يعطيك العافية. شكرا لك. هلا فيك يا هديل، هلا تشرف فيك. سؤال آخر. ألو. هلا، السلام عليكم. يعطيك العافية أستاذ. هلا وغلا، ميت مرحبا. معك تالا محمد من رام الله، بس الأصل والدي من اللد، والدت من عمواس. أهلا وسهلا بأهل اللد وأهل عمواس، رام الله، يعني أنت لاجئة يعني. ترى ما نستحي نقول لاجئين، أهلا وسهلا بك. ميت تالا وأهلا وسهلا رام الله، حياكم. وفترة إدارة أعمال في الجامعة. أستاذ في جزئية بس أنا مش فاهمها. بالنسبة للاجئين، يعني مين الأفضل هلقيت بالنسبة للاجئين بالأونروا؟ إنه يكون اللاجئين، كيف أوضح لك الصورة؟ هلقيت هديك اليوم لما أحكيت عن لبنان، يعني أنا عن مخيمات لبنان كتير كتير تأثرت، ونفسيتي تعبت حتى من كتر ما ديش، يعني ما كنت أعرف إنهم في المعاناة اللي هم فيها كتير كتير، حتى صرت أبكي وحدثت يعني اللي معايا عن وضع اللاجئين في لبنان، ما كنا نعرف انه لهالدرجة انهم وضعهم مأساوي. هلأ مين الافضل ان يكونوا اللاجئين انهم في الوضع اللي هم فيه على اساس انهم يرجعوا لبلادهم ونهضلها يعني العالم انها تدير قضيتهم، ولا انه يكونوا خلاص انهم يستقروا؟ بس بحكي انا اذا استقروا في البلاد اللي هم فيها ما رح يضلهم انهم يعني يرجعوا مثلا انهم لبلادهم، او انها تضلها العالم انها تجيب سيرتهم. مثلا اللاجئين اللي في الاردن مثلا على سبيل المثال، انهم يعني عايشين وماخذين كل حقوقهم مثلهم مثل الاردنيه اللي في الاصل يعني تقريبا، مش كلهم. ايوه كمل. بس إن يعني بحكي انهم لو انهم استقروا كان ما بضلها انها الناس انها تجيب انها سيرتهم، او يضلهم انهم يعني متأثرين الناس فيهم. بس برضو بنفس الوقت يعني بضل أحكي يعني حرام إنهم يعيشوا في المأساة اللي هم عايشينها. إنه هلا يعني أنا محتارة كتير في الموضوع هذا يعني. لا لا، الموضوع سهل، ما في احتيار يا تالا، الموضوع سهل. للأسف صناع القرار في الوطن العربي قالوا ينبغي أن يبقى اللاجئ لاجئا ويذوق مرارة اللجوء اليومي، ويهان ويعذب ويفقر ويمرمر ويمرمط في المطارات والمستشفيات حتى يبقى متذكر فلسطين. ولك يا أغبياء، إذا ريحتني وإذا عشت بكرامة بتذكر فلسطين، بس إذا مرمرتني وخليتني 18 ساعة في اليوم أفكر بلقمة عيشي وكيف أعالج ابني، متى بدي أتذكر فلسطين؟ للأسف صناع القرار العربي أرادوا من اللاجئ الفلسطيني أن يبقى مخيما في مخيم، وأن يبقى يعيش في حالة بؤس، ظنا أو تعمدا منهم إنه هذه الطريقة بتخلي اللاجئ يتذكر أرضه، وهذا كذب وهذا تدليس وهذا خطأ. اللاجئ الفلسطيني اللي راح على أمريكا هي عم بيشغل لفلسطين، واللاجئ الفلسطيني اللي راح على بريطانيا واللي راح على السويد واللي عاش بدول محترمة، مش بس هيك، أنا بعرف مجموعة من هؤلاء الناس معهم جنسيات وعايشين في ظروف معيشة كويسة، بدعموا أهاليهم، برسلوا لأهاليهم، بيجوا بسووا مشاريع في الضفة وفي غزة، وبدعموا المستشفيات وإلى غير ذلك. الشاهد إنه الأصل أن يتم ترييح اللاجئ الفلسطيني حتى يعيش كريم. والله العظيم لو ريحتني ما رح أنسى بلدي، بودك وعد شرف إني حظل أحب بلدي وظل متذكرها. يا أخواننا، حب الأوطان هذا عقيدة عند الناس، هذه فطرة فطرها الله في نفوس الناس، أن يعشق الإنسان أرضه وأن يحبها وأن يدافع عنها وأن يموت عنها. والعصفورة زمان في قصيدة أحمد الشوق الرمزية الرائعة قالت: هب جنة الخلد الوطن، لا شيء يعدل الوطن، هب جنة الخلد اليمن، لا شيء يعدل الوطن. فبالتالي حتى العصفورة فهمت هاي اللغة، وإن كانت القصيدة رمزية. الشاهد أختي الفاضلة يا تالا، هذا قرار عربي ظالم جائر مجرم. عارف شو مع مجرم؟ الحقيقة لو في قانون والله لا يعاقب هؤلاء الناس،
وعلى هذا الإجرام في أن جعل اللاجئ الفلسطيني إنسانا ممسوخا يراد له أن يبقى فقيرا، أن يبقى يعني على أعتاب اللئام، وأن يبقى يتسول لقمة العيش وينتظر معونات الأونروا حسب الله ونعم الوكيل فيهم. لا، ريح اللاجئ وشوف كيف حيشتغل وطنه. وصلت يا تالا؟ تمام. في سؤال يا جماعة؟ طبعا أخي محمد، الله يعطيكم ألف ألف عافية، شكرا يا تالا، يعطيكم العافية. تمام، إذا ما في سؤال فينا أقولكم الله يعطيكم العافية. صدقوني أني صح ساعتين وعشر دقائق وتعبت والله، بس بدنيا لكني سررت جدا 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 وسعيد بوجودي معكم هذه الليلة. وطبعا طبعا محمد، في صديق اليوم برسل لي، صديق من أمريكا برسل لي صورة طبيبة عراقية في إحدى الولايات الأمريكية، أظن أريزونا أو غيرها، بقول لي هاي عراقية دخلت طب أسنان، تفوقت، أخذت ماجستير ودكتوراه، وتعينت معيدة في نفس الجامعة. لكثرة إبداعها، لكثرة إبداعها هذه الطبيبة، ولاية أريزونا نشرت صورتها وهي بحجابها وزعتها في أمريكا، فلم تنظر لها أنها من بشرة سمراء، يعني هي زي بشرتنا، يعني مش بيضة، يعني مش أمريكية جنجية شقرة، وإنها محجبة، وبتعرف قديش في العنصرية ضد الحجاب في أمريكا. رغم ذلك نشروها ونشروا صورها وجاب لي صورها في الشوارع، إن هذه خدمة أمريكا. فبالتالي هم اللي بدوروا أصلاً، هم اللي بدوروا على المبدعين. كندا مين بتأخذ لاجئين؟ اللي فيكم حاول يهاجر لكندا وشاف شيء من طلبات الهجرة، هنا هجر، هنا كندا بتدور على اللاجئين الشباب المبدعين المتعلمين اللي عندهم خبرات واللي عندهم أموال. فللأسف أحسنت يا محمد، هم يستثمرون، الله يعطيك العافية فينا ونحن. نعم تفضل أخي. يعطيك العافية دكتور، فعلا أجدت فأبدعت، محاضرة قيمة وشيقة. أنا كنت بدي من في قرار 194 كان هناك كنت السؤال، القرار 194 أنت قرأته بحيثيات وما شاء الله عليك وفصلت تفصيل مفصل، حتى فصلت الجزئيات اللي فيه، بس هذا جزء كلغة، هذا جزء من 194، هذا الفقرة 11 بس، هو قرار طويل، بس أنا أخذت الجزء طويل اللي بتمنى. نعم تمام. سؤالي كالتالي، احنا عندنا إشكالية وعقدة في اللغة العربية، اللغة العربية واسعة متشعبة في التفصيل، انت كنت تفصل تقول ليش حطوا هاي وليش حطوا هاي. طب القرار المفروض احنا يعني من منين اجى؟ مين ترجمه هيك؟ مين وصل لنا اياه باللغة العربية بهاي الصيغة؟ ولا هو اساسا من الأمم المتحدة هي اللي اعطت القرار باللغة العربية هذا؟ هي اللي ترجمته، ولا احنا كباحثين مثلا، انا كباحث انا اخذته ترجمته، القرار اخذته مثلا من اللغه الانجليزيه، ممكن اخطات في الترجمه، ولا هو حرفيا بالنص هو هذا القرار الموجود في اروقه الامم المتحده؟ يعطيك العافيه، سؤال مهم. احنا الخلاف بيننا في مفاهيم الترجمه والاصطلاحات في اللغه العربيه واللغه الانجليزيه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه خلاف بسيط. عارف ليش؟ لانهم باللغه الانجليزيه اختاروا الالفاظ بعنايه مطلقه، فلما اختاروا الألفاظ بعناية مطلقة ما وجدت صعوبة كبيرة جدا في أنك أنت تترجمها وفق ما هم عبروا عنها. يعني ما عبروا عنها بعبارات ملتبسة، والله قلنا الترجمة هون. أذكر أكبر خلاف وقع بالترجمة بيننا وبينهم في قرار 242، قرار 242 اللي هو كان بعد أعقاب حرب 67 الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من أراضٍ عربية. القرار قرئ من أراضٍ عربية أو من الأراضي العربية، فبينهم من ترجم الانسحاب من الأراضي العربية، يعني من كل الأراضي، بتعرف الأل للتعريف والأل تفيد الاستغراق، أي كل أنواع الأراضي العربية، أراضي مصر ولبنان والضفة الغربية وكذا. ومنهم من قال لا، من أراضٍ عربية أي من أي أرض، يعني لو رحت لك من دونهم دون مين رجعت عليها أراضي عربية. فهنا هذا أذكر هو الإشكال الوحيد اللي وقع في الترجمة. ما دون ذلك تقريبا بقدر أقول لك بدون ما يعني، وأنا مطمئن على الأقل 85% من الاتفاق واضح النصوص، لأنها نصوص واضحة وبينة. وأظن أنه 194 تحديدا هو ترجمة الأمم المتحدة على ما أظن. فعشيك لو تيجي للنص الإنجليزي الآن وتعطينا مترجمين، لن يخرج منطوق ترجمتهم عن منطوق اللي ذكرناه، ممكن تختلف بالعبارات، لكن هو لما حط يعني انه يرجع في اقرب وقت ممكن حد دلاله عليها الى غير ذلك.
تمام، يعطيك العافية. السؤال الأخير يعني في نفس السياق، ليش احنا دائما قراراتنا صادرة من الجمعية العامة اللي هي دائما تنحط في أدراج الرياح، ودائما تصدر لنا قرارات ما شاء الله يعني هينا لنا قرار 60 70 سنة ومحطوط في أدراج الرياح ولا ينفذ؟ احنا بدنا قرارات صادرة فعلا من مجلس الأمن، انت عارف ان القرارات مش إلزامية اغلبها من جمعية الجمعية العامة، احنا بدنا قرارات إلزامية حتى القانونية تكون إلزامية. احنا نضلنا الحين نعيد وفيها للأجيال ولأولادنا، احنا بنضلنا بس في القانون هذا والقرار وهو لا ينفذ ويعني محطوط فعلا في أدراج المكاتب وما حدا يمكن، هو في بنك في 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 بيكون موجود داخل الأمم المتحدة بيحطوا بيرشفوا فيه القرارات، وهذا مؤرشف داخل البنك في الأمم المتحدة وحنضلنا بس نكرر فيه احنا بس مش اكثر. احنا بدنا ليش بنروح على مجلس الامن دائما؟ نضلنا على مجلس، صحيح انه بيستخدم حق الفيتو، نضلنا احنا نصرحهم هذول في مجلس الامن دائما لازم ننتزع قرار زي ما بننتزع في الجمعيه العامه، ننتزع من مجلس الامن اللي هو صاحب السلطه التنفيذيه، هو اللي بينفذ مجلس الامن. طيب انت هل تعلم انه في عندنا قرارات فلسطينيه طلعت من مجلس الامن؟ زي في اكثر من قرار، في عندك قرار 1997 اللي سمى الدولة الفلسطينية مع دولة إسرائيل واعتبرها يعني تاريخ مداولاته، إنه من 1945 ماشي بتجاوز، لكن أنا مثلا عندي قرار مجلس الأمن 237 سنة 1967 أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، واجبة الاحترام حتى أثناء تقلبات الحرب، ويدعو حكومة إسرائيل إلى تسهيل عودة السكان الذين فروا من هذه المناطق منذ بدء الأعمال العدوانية. بمعنى آخر إنه مجلس الأمن، ما هو ليش بحكي لك؟ أنا ليش أحكي لك؟ هذا صار سياسي هيك يا دكتور. يا عين عليك، أنت كنت معنا في أول محاضرة، أيوه. أنا علوم سياسية برضو، ماجستير علوم سياسية دكتور. أيوه ما شاء الله. محمد وئام من وين؟ من غزة؟ من غزة بس مقيم في الإمارات والله. يا أهلا وسهلا فيك يا أخي وئام، وأهلا وسهلا بأهل غزة وأهل بلاد. أنتوا أهل غزة تبعون مشاكل، شو أسوي لك عاد؟ أخي وئام إحنا بالنسبة إن لاحظ معايا، والله لاحظ بالله عليك، شوف أعطيني كلمة كبيرة هيك سيئة، حطي شوف بكلمة نفاق بسيطة، شوف العهر الأممي إنه في بعض الدول قرارات للجمعية العامة نفذت بقوة السلاح، في بعض الدول قرار مجلس الأمن ينفذ في العراق فورا، قرار مجلس الأمن ينفذ في ليبيا فورا، لكن قرارات مجلس الأمن في فلسطين لا فأنت مش مشكلتك من مصدر القرار، مشكلتك من منفذ القرار يا أخي، مين القاعدة؟ أنا قلت لك أيوه هم الأداء طبعاً. ارجع أخي وئام، ارجع في الأخير إلى كلام رحمة الله عليه الأستاذ الكبير اللي أنا بحترمه جدا، رحمة الله عليه عبد الوهاب المسيري، في كتابه الرائع موسوعة اليهود واليهودية، لما الصهيونية. صهيونية، لما قال إسرائيل دولة عميلة، إسرائيل دولة وكيلة، إذن هي إسرائيل دولة زرعتها القوى العظمى لتقوم بأعمال الديرتي جوب، يعني الأعمال الوسخة القذرة عن هذه الدول في المنطقة. اثنين، هي دولة عميلة تعمل لصالح الدول، ولا لماذا أمريكا تدعم الكيان الصهيوني بلا حدود؟ عرفت أخي؟ فبالتالي إحنا عندنا مشكلة هون، لكن أخي وئام لا تعني هذه المشكلة أن لا نطرق الأبواب اللي الممكنة. المبدع دائما يبحث عن كل مدخل وعن كل باب يصل منه، حتى في أخواننا في 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 عالم الدراسة والإبداع والمدارس والتعليم، دائما الطالب الشاطر بدور على الأبواب المفتوحة والإمكانيات المتاحة دائما، وهذه سياسة، ببحث عن سلاح التلميذ. شكرا لك دكتور. الله يرضى عليك ويبارك فيك، حياك الله دوام. سعدت بك والله، وأهلا وسهلا بالإمارات وأهلا وغزة وأهلا. يا هلا. في حد بده يعلق كمان؟ عبير في ثلاث طرفين أيديهم، إذا شوفيهم أو إننا نختم. شكرا لك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. العافية. هلا ولا. أنا حنين حجازي، كنت حابة أسألك. من وين حنين؟ أنا من مجدل، سكان قطر. اهلا وسهلا، اهلا بقطر جيراننا يعني، حياك الله حنين. الله يحييك يا رب. اول إشي انه كيف بنقدر نحصل على الوثائق اللي بتدل على انه احنا لاجئين، يعني الوثائق اللي من الأونروا اللي بتدل على انه احنا لاجئين سواء احنا او جدودنا. انت ابوك، لحظه واحده، ابوك او جدك كان في غزه؟ طبعا. كان عنده كارت من الأونروا، كان ياخذ اعاشات؟ انا متاكد يعني على الاغلب.
لأنه كانوا في لاجئين يعني في مخيم كانوا. ممتاز جدا. فجدك عنده البطاقة اللي هو عندما نسميه كرت التموين أو كرت المؤن اللي هو الكرت الأبيض. عند بعض العائلات الفلسطينية كانت تعتبر أنه هذا من الإهانة أنك تأخذ إعاشة، فكانوا يرفضوا يتسجلوا ومعهم حق في ذلك. لكن الآن جدك أكيد عنده كرت التموين. نظام الأونروا وهو هذا مرتبط بالحقوق، أنه الجد بيعطي كل أولاده كرت، فممكن أبوك، عمامك، إخوانك، أنت بكرة إخوانكم، أولادكم ممكن يأخذوا هذا الكرت. هذا واحد من أنواع التسجيل، أنا أدعو له دائما أنك أن تسجل بالأونروا وتأخذ كرتك الموجود. أعطيك مثال بسيط جدا، إحنا بعائلتنا فقط أبوي والأولاد اللي مسجلين، على اعتبار إحنا لاجئين، اعتبار إن أراضي محتلة في 48 أخذوها اليهود قرب الخليل، فأخذنا بناء ذلك كرت لاجئ. أنا بس أبوي وولاده، اللي هو أبوي وخمسة أولاد إحنا، والبنات والله ما بعرف إذا مطلعوا ولا لا، لكن الآن أبوي وولاده وأحفاده يمكن 50، فتضاعف عددنا 10 مرات أو 5 مرات، وأنت كذلك وكل الموجودين معنا بنفس الطريقة. فمهم جدا هذا الكرت. هذا واحد. تفضلي كملي. السؤال الثاني، انه من فتره سمعت عن انه في وثائق مكتوبه بالعثمانيه، وفي احتياج كثير كبير لناس تتعلم اللغه العثمانيه على اساس انها تترجم هاي الوثائق، وفيما يخص فلسطين يعني، ولها فائده كثير كبيره بالنسبه للقضيه وللقانون الدولي خصوصا، فما بعرف مدى صحه هذا الموضوع. جهاد بتحكي بقدر اعمال الاولاد؟ نعم، الأونروا اظن من عده سنوات سمحت للاولاد والبنات، فبتقدر تعمل لاولادك وبناتك. أنت بتسألي عن موضوع مهم جدا أستاذة حجازي. بتعرف إحنا الدولة العثمانية كانت هي الدولة اللي مسيطرة على المنطقة العربية كلها تقريبا، مناطق الشرق الأوسط. الدولة العثمانية كانت متقدمة بالتوثيق تقريبا، من أفضل الدول كانت في التوثيق البريطانيين والعثمانيين، وكانوا يسجلوا بكل شيء. عندما عرف الآن بالسجل الوثائق البريطانية والوثائق العثمانية، هذه كانت تسجل كل شيء، عندهم درجة عالية من التوثيق. هذه الوثائق العثمانية جزء نادر أو قليل منها باللغة العربية، والجزء الأكبر باللغة العثمانية، واللغة العثمانية هي اللغة التركية القديمة التي كانت تكتب باللسان التركي وبالحرف العربي، يعني الحروف عربية لكن اللسان يعني اللغة تركية. ولما أجا مصطفى الترك بتعرف يحولها إلى العلمانية وغير اللسان والحرف. الآن هذه الوثائق التركية، هذه الوثائق وثقت كل حياة الفلسطينيين. أعطيك مثال، أنت من المجدل صح؟ صحيح. يا سيدتي من المجدل في وثائق كانت تحكي كل أهل المجدل مين بدفع ضرائب من المجدل، فأكيد جدك وأبو جدك كان يدفع ضرائب من المجدل، فذكر فلان الفلاني حجازي يوم 5/7/1923 دفع مش عارف شو ضريبة كذا، فلان الفلاني تهرب من الضريبة، فلان الفلاني دفع نصف الضريبة. قريت أهالي بيت دراسة يدفعون الضرائب أكثر من المطلوب منهم، عرفتي؟ فبالتالي هذه الوثائق مثلا الضرائب، عندك موضوع الزواج وعقود الزواج وعقود الطلاق، المحاكم الشرعية، عندك التراخيص، تراخيص البناء، تراخيص البسطات، تراخيص الحيوانات، بتعرف اقتناء الحيوانات الأليفة كان له رخصة، تراخيص الزراعة، تراخيص المؤسسات التجارية، هذا كله موثق عندي فيها. وأنا معلوماتي أنه تقريبا أنا زرت الأرشيف العثماني قبل تقريبا شهرين، بس زرته زيارة قبل تقريبا 13-14 سنة لما كنت أعمل في دبي، كنت مدير مركز جمعة الماجد في دبي للثقافة والتراث، وجينا زرنا الأرشيف العثماني وكلمته على حصول نسخة منه، فقال إحنا سلمنا نسخة للسفارة الفلسطينية في أنقرة، 3 مليون وثيقة تقريبا، 3 مليون وثيقة. هذه الوثائق اللي بتحكي عن بتخص الجانب الفلسطيني، هذه وثائق على درجة عالية من الأهمية. في وثائق أخرى اللي هي كل من دخل السجون في العهد العثماني، إما دخل السجن لأنه سارق، أو دخل السجن لأنه ضرب، أو دخل السجن لأنه مظلوم. شو معنى دخل السجن؟ يعني كان يعيش حياة طبيعية في هاي البلد. ونفس الشيء الوثائق البريطانية. الآن اللغة العثمانية قل متعلموها، بتعرف الآن ينقرضوا. سمعت أنه كان في توجه عند الحكومة التركية وعند أردوغان أنه يعلموا اللغة العثمانية عشان تبقى لغة حية، عشان ظل في ناس يعرفوها. فمهم جدا صراحة، وفي مجموعة من الباحثين ترجموا مجموعة من هاي الوثائق. يعني دكتور بتنصحنا نتجه لهذا الاتجاه؟ يعني لربما نتعلم مثلا عثمانية وفعلا نشتغل على هذا الجانب، يعني هل هو فعلا ذو أهمية عظيمة؟
شوفي انا 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 بقدرش اقلل منه، وخاصه انا من الناس اللي مفعم بالوثائق، بحبها بعشقها، وعندي مقالب كده بدور عليه بجوجل بتلاحظي عندي يمكن 10 مقالات اسمه قراءه في وثيقه، كنت اجيب وثيقه واحللها وادرسها، كيف حلل التعريف اليوم احللها الوثائق، فانا مفعم جدا بالوثائق. لكن بالمقابل عشان ما اغشك، ليس من الامر السهل انك انت تتقني اللغه العثمانيه ثم تذهبي تتقني هذه الوثائق، وخاصة أن الفهرسة اللي بسموها باللغة العلم بيبلوغرافيا الموجودة في الأرشيف العثماني هنا في اسطنبول للأسف برضو ما بتخدم بطريقة جيدة، فبمعنى آخر لا، ممكن جزء من الجهد هذا يذهب في مجال آخر، لكنه هذا مهم. أنا بعرف أنه في الآن عثمان في شباب فلسطينية أتقنوا العثمانية وموجودين، وممكن هم لو في إمكانيات تفرغوا هؤلاء الباحثين، عارف شو معنى يفرغوا يعني؟ يعني يقول قديش انت مثلا شو بتشتغل، ولا بشتغل مثلا مدرس في جامعه، قديش راتبك؟ 3000 دولار، تعال يا عمي خذ 3000 دولار واقعد هون، عندك 2 مساعدين بس طلع لنا الوثائق وترجم لنا اياها. عرفتي؟ عشان هيك انا بقول ضروري جدا الاحتفاظ بهذه الوثائق، لانه قد تكون في يوم من الايام في بيننا وبين الكيان الصهيوني معركه قانونيه، والله اعلم. طيب دكتور، بس سؤال سريع واخير، هلا يعني ما بعرف مدى صحه الموضوع، ولكن يعني هل إحنا كفلسطينيين لجأنا وموجودة أسماءنا عند البريطانيين بحق لنا نطالب بجواز بريطاني؟ لا، لأنك أنت ما كنت جنسيتك بريطانية وبدك تعود تكتسبي جنسيتك البريطانية، أنت كنت جنسيتك فلسطينية تحت الانتداب البريطاني، فأنت تحمل الجنسية البريطانية. لكني سمعت، وسمعت يعني مش معناتها معلومة علمية دقيقة، أن بعض من الذين آبائهم كانوا ذوي مناصب عليا في الانتداب البريطاني، يعني زي مدير شرطة، مدير سجن، مناصب عليا كبيرة، بعضهم حاول يأخذ الجنسية البريطانية، وبتعرف أنه كل الأنظمة الاستعمارية كانت تمنح الجنسية لكبار موظفيها أو المتعاونين معها. لكن إحنا كفلسطين لا، لأنه تقدير القانوني، طبعا إذا كان في تكييف ثاني لا أعرف، لكن التقدير القانوني أنه إحنا كنا فلسطينيين تحت انتداب بريطاني وليس بريطانية. تمام، شكرا كثير دكتور، يعطيك. لكن هذا على عكس، مثلا على عكس أهل الضفة الغربية اللي كانوا أردنيين وبعد فك الارتباط صاروا فلسطين، فدول لا، من حقهم هذول يطالبوا الجنسية الأردنية. حياك الله أستاذ حجازي، وأهلا وسهلا فيك، وتحية لكل أهل المجدل، مجدل عسقلان من أجمل بلاد الدنيا. وبالمناسبة يا عبير، لو تحط رابط للجروب، تعطيهم رابط حكاية مدينة، احنا بالأكاديمية أصدرنا توثيق ل 22 مدينة فلسطينية من ضمن مدينة المجدل، هيك أفلام قصيرة 4-5 دقائق كثير حلوة ومعبرة على الأفلام، لو تعطوهم فيلم حكاية مدينة وتنشروا لهم إياه ممكن يعني يساعد في يعني الارتباط بالأرض. بتسأل أختنا جهاد أو أخونا جهاد، ما بعرف هل يؤثر كرت إن كان الزوج من أصول أردنية؟ ما إن له علاقة أصول أردنية أو فلسطينية، أنت معاكي كرت بحكم والدك بعيدا عن زوجك، لأن الكرت لا يمنح للأجنبي، يعني لا يمنح لمن يعني زوجك مش من ذرية فلسطينية، فما بقدر يأخذ كرت، ما مش لاجئ. أما أنت بتاخدي، ما له علاقة بزوجك، لو تزوجتي أردني ولا تزوجتي أو هندي أو سنسكريتي، ما بتضيع حقك في اللجوء. الأولاد أولادك، صح؟ أولادك، انت لاجئه واولادك اولاد لاجئين، لازم ياخذوا. الأونروا تلاعبت في هذا في مراحل، فبدها بدها 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 مراجعه. اظن انه الأونروا اعتمدت انه البنات ياخذوا، البنات وبناتهم اظن اعتمدت، بدنا نتابع فيه، بس اظن انه اعتمد انه ابناء البنات ياخذوا. هل رفضوا يا فوافا تدخيلهم ولا ليش؟ هل رفضوا ولا ليش رفضوا؟ يعني هذا نوع من انواع التقييد والتلاعب، يعني صحيح الاصل، ما الاصل ابن الابن وابن البنت اكيد. الله المستعان، الاصل ابن بنتك، ولا احنا مش الام ما بتعطي الجنسيه، صح؟ طب ليش الام في الغرب بتعطي الجنسيه ولا عادي بس عند الام ما بتعطيش؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. بنات، أولاد البنات بياخذوا كرت عهوى الأم. والله أنا هيك بعرف يا رندة، صراحة أنا هاي معلوماتي، الأستاذة وفا بتقول لا، فلازم حد يراجع. أنا والله هيك معلوماتي صراحة، عشان ما أظلمش لأنروة ترى يا جماعة، لأنه أنا صح متحامل، بس ما بظلم إن شاء الله، إني مهني وموضوعي.
السلام عليكم دكتور. هلا وعليكم السلام. يعطيك العافية. الله يزيدك. محاضرة جميلة جدا يعني. يا ستي هذا من جمال سماعكم، الله يرضى عليك. بارك الله فيك. دكتور هو سؤال وتوصية صغيرة يعني. حاضر. سؤالي الآن وفقا للوثائق اللي صدرت بعد نكبة 48 بأنه حوالي 750 ألف فلسطيني خرج من دياره كلاجئين. صحيح. الآن سؤالي يتعلق باستحقاقات اللجوء، يعني أنا كشخص مثلا خرج من فلسطين إلى الأردن كلاجئ، أو شخص آخر، أو الفرق بين هذا الشخص وشخص آخر خرج من فلسطين إلى مثلا تركيا، ما الفرق؟ ماذا جنى اللاجئ الذي اتجه إلى الأردن بحيث اعترف به كلاجئ، وما الذي فات اللاجئ أو خلينا نقول الشخص بما أنه لا ينطبق عليه شروط اللجوء بالنسبة للأونروا، ما الذي فقده الشخص الذي مثلا سافر لنقل إلى تركيا لأنه لم يعترف به كلاجئ؟ ما هي استحقاقات اللجوء أنه أنا خرجت أو أنه سيدي خرج من يافا إلى الأردن وأخذ خامة وأكل وشرب وتعليم، ولا في أمور أخرى؟ يعني مثلا حضرتك عم تحكي أنه الأونروا تستحوذ على مجموعة على داتابيز متعلقة باللاجئين وهي سرية حسب ما فهمت حضرتك. أعتقدها طبعا، إذا مش سرية يجيبونا إياها. وأنا بحكيها من الآن، اللي بيجيب لي الداتا هاي مستعد أدفع له 10,000 دولار ويجيب لي الداتا 6 مليون. طب ما يعني أنا سؤالي الآن، معيش عشرة هلا، بس مش مشكلة بجيبها. أنا سؤالي الآن، ما هي فعليا يعني استحقاقات اللجوء؟ يعني أنا كلاجئ شو اللي عندي الأونروا؟ شو اللي عند الأمم المتحدة؟ طيب بس لا، بدي أشير لنقطة. هلا كونك أنت لجأتي إلى الأردن واعترفت فيك الأونروا وصرت لاجئة معك كارت، وكونك عمك أو خالك لجأ إلى مصر أو لجأ إلى لبنان، عفوا لجأ إلى مصر أو لجأ إلى أوروبا أو إلى تركيا على كلامك، وما اعترف به كلاجئ، هذا لا ينفي عنه صفة اللاجئ، فهو ظل لاجئ. صاحب ياخذش مساعدات من الأونروا، مثلا مثل اللاجئين على العراق، احنا كان عندنا 40,000 لاجئ فلسطيني بالعراق ورفضت الأونروا، ويقال انه صدام حسين رفض، او ما قبل صدام حسين الحكومه العراقيه رفضت تعطيهم، اهلا وسهلا استاذ امل بكم باهل العراق، رفضت تعطيهم، رفضت تعتبرهم الأونروا ضمن منطقه عملها، والعراق رفض قال انا بتكفل فيهم. هل هذا نفع عن صفه اللاجئين؟ عندنا بمصر 70 80 90 الف 100 الف لاجئ فلسطيني، كون هالأونروا ما اشتغلت معهم هل تنفت عن صفة اللاجئ؟ لا قطعا ما صفت. الآن أنا بالنسبة إلي بدك الصحيح، أنا حقي في فلسطين عند فلسطين، وحقي أنا بدي أطالبه وأدافع فيه من الكيان المحتل بالدرجة الأولى. لكن إحنا مرات عندنا العدو وعندنا حامل العدو وداعم العدو، فمرات احنا بنروح بنضرب العدو وبننسى اللي دفع العدو. انا صراحه بفكر مرات انه لا، انا لازم اشتغل على العدو واشتغل على دافع وداعم العدو، بمعنى لازم اشتغل على الامريكان والبريطانيين، مش اشتغل عليهم يعني قتلهم ولا طخهم، وان كان طخهم حلال صراحه، لكن انا اقصد اشتغل عليهم، اشتغل على مقارعتهم ومتابعتهم الى ازعاجهم. ازعاج، احسنت، لانه انتم سبب مصيبتي، انت يا بريطانيا سبب مصيبتي، لازم انا ازعجك واخليك انت عايشه فيه. لكن حق اللاجئ محفوظ، انا كل الانظمه وقوانين الدنيا تضمن لي حقي كلاجئ وتضمن لي حقي كعودتي. ويا استاذتي الفاضله، اذا اليوم انت ما قدرت تعودي او ما قدرت تتمكن من حقي، اذا لك عندي انت او اريج لها عندي 1000 دينار وهي مش قادره تاخذهم مني، لا يعني انها تتنازل عنهم، صح ولا مش صح؟ صح أكيد. فضعيف اليوم قوي الغد بإذن الله تعالى، والله كريم، شو سوي؟ بإذن الله تعالى. في دكتور في فيلم عربي يعني اسمه المتبقي. أنا المتبقي. المتبقي. هو فيلم يشرح يعني بالضبط الأمور اللي إحنا درسناها في دبلوم دراسات اللاجئين، إنه عن القضية الفلسطينية. عن بداية النكبة، كيف دخول العصابات وشو كانت تعمل في الناس في القرى وفي المدن الفلسطينية، وكيف استحوذت على
على الأراضي وكيف دمرت وكيف هجرت بيشرح كل هذا الأمر. فأنا يعني حابة يعني أوجه توصية لمن للمهتمين إنه يحضروا فيلم دموي جميل متاح باليوتيوب. نعم نعم فقط يكتب المتبقي فيلم المتبقي باللهجة الفلسطينية بممثلين سوريين يعني معظمهم أظن هيك. تمام ممتاز. فهو يحاكي النكبة تماما. شفتي أستاذ الفاضلة أنت قبل شوي اللي أختكم حكت إنه إحنا يعني لما الأستاذة هديل حكت عن موضوع المقاومة وشوفات القانون، شوفي كيف أي فيلم المتبقي أو قبل التغريبة قديش عملت على بث الوعي عند الناس وقديش عملت على إعادة روح القضية عند الناس. لاحظين؟ يعني هو في طرح بيقول إنه يعني في ناس مثلا لو تعرض عليه قصة، في ناس بتحب تشوف هاي القصة فيلم، وفي ناس بتحب تقرأ هاي القصة في كتاب. يا عيني عليكي. وفي ناس بتحب تقعد في ناس بتحب تقعد مع سيدي وستي واسمع منهم. فمداخل الناس مختلفة، ممكن تصل لأكثر لفئات مختلفة بالقتال في جبهات مختلفة. انت مدرسة شيء او درست تربية شيء؟ لا لا انا ممرضة. ممرضة والنعم. في قاعدة في التعليم بتقول ما يعلم بأكثر من وجه يفهم على أحسن وجه. بمعنى آخر، كلما نوع المعلم في أساليب تعلم الطلبة كلما تعلم الطلبة بشكل أفضل، لأن الطلبة كل طالب لديه طريقة مختلفة في التعلم أو في ملامسة مشاعره بالتعلم، لأجل ذلك بدك تغيري بأساليبك. وإحنا في موضوعنا زي ما تفضلتي، فيلم، قصة، رواية، مسموعة، كلها نفس الفكرة. صحيح، بارك الله فيك دكتور. والدكتور صراحة أنا كان ممكن أرجع للمحاضرة شوي وأجاوب على السؤال اللي أنا سألته، لكن هو كان لم يكن يعني طلب لإجابتك تحديدا بمقدار ما كان استنطاق لمعلومات أخرى من حضرتك. شريرة. شكرا جدا. الله شريرة. بارك الله فيك، عن جد محاضرة قيمة وممتعة. بوركتم ربنا يا ربي يجعل هذا يعني باب من أبواب، أو خلينا أقول أول باب يطرق للتحرير. آمين. يا رب. أنا والله أكون سعيد بكم، ويعني قوتي من قوتكم، يعني أنا أنتم سندنا والله. اللهم استعان. الله يبارك فيكم جميعا. الله يبارك فيكم. شكرا. هلا أستاذ رندا، شكرا لك. الله يعطيكم ألف عافية.